بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي على قناتكم المتميزة قناة النادي الأهلي، واللي هتكون النهاردة لمباراة مهمة جدا 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 أمام سيراميكا كليوباترا في الأسبوع ال 28 من الدوري الممتاز. بس قبل ما نروح للمباراة، أعتقد إن احنا كلنا النهاردة فرحانين في منتهى السعادة. يمكن الفترة اللي فاتت كنا زعلانين شوية وبنقول البعثة، كل البعثة ديت ما جابتش غير 3 ميداليات. النهاردة بسم الله ما شاء الله فتحت، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مصر كلها فعلا سعيدة النهاردة. أسعد شيء بالنسبة لكل رياضي إن علم بلده يترفع في المحافل الدولية، والنهاردة مين منا ما كانش مبسوط؟ كلنا كنا مبسوطين، والنشيد الوطني بيعزف في اليابان، والله الواحد كان جسمه بيقشعر، يعني كان جسمه بيقشعر في الماتشات واحنا بنتابعها، وجسمنا بيقشعر ساعة الميدالية والسلام الوطني. مصر غالية علينا جدا وتستحق مننا ان احنا نموت نفسنا في كل المحافل في كل مجال علشان خاطر بلدنا. بهنئ طبعا ابطالنا، ابطال مصر في الدولة الأولمبية، في الدورة الأولمبية اللي حققوا انجازات في دورة طوكيو اللي ان شاء الله ختمها بكرة، وفعلا كان ختامها مسك، وحققوا ميداليات تاريخية في مقدمتهم اللي حصل النهاردة من البطلة في الريال أشرف اللي حققت الميدالية الذهبية في وزن 61 في الكاراتيه، وكمان النهاردة البطل أحمد الجندي اللي حقق الميدالية الفضية في عودة تاريخية ليحقق ميدالية تاريخية لمصر في الخماسي الحديث، وكمان امبارح شفنا بطلتنا الأهلوية جيانا فاروق بطلة النادي الأهلي اللي حققت الميدالية البرونزية في وزن 61 كيلو في الكاراتيه، وكانت تستحق الصعود للنهائي، وشفناها كلنا كانت متفوقة، وكنا متوقعين كلنا ان الحكام يعلنوا نتيجتها لان كانت نتيجة 1-1 وكانت القرار بقى للحكام، ولكن بصراحة هي تعرضت لظلم تحكيمي باين وخلاها تاخد البرونزية بدل ما تلعب على الذهبية. وطبعا شفنا من قبل كده البطلة هدايا ملاك اللي حققت البرونزية في التايكوندو، والبطل سيف عيسى الحاصل على البرونزية في التايكوندو أيضا، وكيشو ابن اسكندرية بطل المصارعة والحاصل على البرونزية في المصارعة الرومانية، ليكون نصيب مصر في النهاية 6 ميداليات متنوعة. تفوق مصري رياضي تحت رعاية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيهتم بالرياضة والرياضيين وتكريمهم وتحفيزهم في جميع المحافل، وده منح اللعيبه دوافع كبيره جدا 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 ليتفوقوا، وفعلا فعلا كانوا جادرين بالميداليات ديت. ويمكن زي ما احنا قلنا كمان، لا بالعكس، ان في كمان جيانا اتظلمت امبارح، ولكن الحمد لله رب العالمين 6 ميداليات. كان قبل البعثه ما تسافر اللي يقول لك 4 واللي يقول لك 5 واللي يقول لك 3، وبعدين لما وقفت عند 3 الناس قعدت تتكلم، ولكن الحمد لله رب العالمين زي ما قلنا ختامها مسك، خلى الرياضه المصريه في حته تانية خالص. الرياضه المصريه في تقدم وازدهار، ولازم نفتخر باللي عملوه ابطالنا، وزي ما هنينا اللي حققوا ميداليات بنقول للي موفقوش انها مش نهايه الكون. وعايز اتكلم بمناسبه اللي موفقوش وقدموا عروض هايله جدا جدا جدا، بهني رجال كره اليد، رجال كره اليد اللي كانوا قريبين جدا جدا من الميداليه البرونزيه النهارده، ولكن قدر الله ما شاء فعل، كانوا بيلعبوا بطل اوروبا اسبانيا، وطبعا تقريبا يعني كانت جول هدف 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 لحد ما قربنا قوي، ولكن في النهايه فرقت اسبانيا بهدف وبقوا هدفين، فكان من الصعب ان احنا نجيبهم لان كان الوقت تقريبا خلص. ان شاء الله ربنا يعوض في اللي جاي اكبر الخير باذن الله لابطالنا والمصر ان شاء الله. مش مهم تقع، المهم انك لما تقع تستفاد من الوقعه ديت، المهم لما تقع تقوم على طول وتقاتل علشان توصل لمنصات التدويب. كلنا فخورين بكل مصري حاول يعمل حاجه لبلده ونجح، وحاول يعمل حاجه لبلده ولم ينجح. كل مصري بيعمل عايز يعمل حاجه لبلده في اي مجال تاني كلنا وراه، كلنا فخورين بيه، لأن مصر غالية علينا جدا وتستحق مننا الكثير والكثير. نرجع بقى الماتش النهاردة، ماتش مهم جدا جدا جدا. احنا دلوقتي في نهاية السبق، هشبهه كده بسباق الفروسية أو سباق الحصنة زي ما احنا بنقول. انت كده بينك وبين المنافس كأن راس براس، ولكن انت متقدم حاجة بسيطة قوي، متقدم حاجة بسيطة قوي. انت لحد دلوقتي متفوق بالاهداف وبالمباريات
المواجهات المباشرة وتفوق بالأهداف والمواجهات المباشرة. هنفضل كده، هنفضل كده إن شاء الله بإذن الله نحسمها، نحسمها لو فضلنا كده وكسبانين كل ماتشاتنا اللي جاية. لا قدر الله، لا قدر الله في المراحل ديت لو اتعادلت ماتش هتفرق جامد قوي 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 لصالح المنافس. حسم الدوري، حسم الدوري في ال 20 يوم اللي جايين او ال 19 يوم اللي جايين محتاج تركيز عالي قوي قوي قوي. زي ما شفنا مستر موسيماني عمل اجتماع مع اللعيبه امبارح وقال لهم الفتره اللي جايه دي اصعب فتره ولازم نقاتل، وهو فعلا كده، هي فعلا الفتره دي مرحله صعبه جدا، لان زي ما بقول لحضرتك انت ماشي راس براس وانت متقدم حاجه بسيطه عنه. لا قدر الله، لا قدر الله اي تعادل او اي وقعه يعني تبقى الامور بتصعب الامور على نفسك شويه، بتصعب الامور على نفسك لانك يعني ما بقتش الامور في ايدك، الامور تستنى بقى الخصم يقع، خصم يتعادل، خصم يفقد نقطتين. فالامور حتى الان ما زالت في ايدينا، حتى الان ما زالت في ايدينا، وعندنا ثقه، كل الجماهير عندها ثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه وفي المنظومه ككل. زي ما بنقول كل مره، الفتره دي اهم فتره في مرحله الدوري. احنا خلصنا الماتشات المؤجله، خلاص لعبناها كلها، بقت دلوقتي مباراه مباراه للخصم، مباراه مباراه للخصم. طول ما انت ماشي ماشي كويس يعني وبتكسب خلاص مفيش مشكله، بالعكس لما انت بتمشي كويس احيانا الخصم بيقع، بتنقل له الضغوط. انت لما بتكسب ماتش وبتعديه ارتحت، استريحت من ضغوط ماتش ونقلت الضغوط دي للخصم. انا عارف الكلام اللي انا بقوله كويس قوي 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 قوي. انت لما بتكسب ماتش بتنقل الضغوط للخصم. ال 20 يوم دول فيهم سبع ماتشات والخصم هيلعب سبع ماتشات. لو احنا الاثنين كسبنا مبروك علينا الدوري. لو احنا الاثنين كسبنا مبروك علينا الدوري، مبروك على النادي الاهلي الدوري. احنا عارفين وطول عمرنا بنقول واتمنى انها تفضل لحد الاخر ان شاء الله. الفتره اللي جايه فتره صعبه قوي، اللي هي كل 72 ساعه مباراه دي. يعني 48 ساعه بتعدي وثالث يوم على طول مباراه. فالفتره صعبه قوي قوي قوي. اتمنى ان النادي الاهلي تبقى الامور في ايده لحد اخر مباراه. اتمنى ان النادي الاهلي تبقى الامور هو اللي ماسكها ومستحوذ عليها في ايده لحد اخر مباراه. مش عايزين نخش بقى في ايه يعني حزبه مر. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نبعد عن التعادل او لا قدر الله الهزيمه. عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على حاجه معينه برضه، ان اللعيبه والجهاز الفني تركيزهم في الماتشات بس، تركيزهم في الماتشات بس. حتى اللي بيتقال عليه كلام زي ما احنا بنشوف كده كلام بيتقال في على السوشيال ميديا وفي صفحات بعض الجرايد وفي بعض القنوات، يقول لك ان مش عارف في لعيبه هتمشي وفي لعيبه هتيجي وفي لعيبه النادي الاهلي خلاص مضى معاه، مضوا للنادي الاهلي. كل ده كل ده اشاعات، مش عارف مين عنده عرض، مين هيمشي، مين هيقعد، مين هيقوم، مين هيقف. مش النادي الاهلي يعمل كده. اولا مش النادي الاهلي اللي بيبقى عنده الحاجات ديت والبطوله شغاله. النادي الاهلي لما يبقى فيه حاجه، لعيب جاي، لعيب هيمشي، الكلام ده كله بيبقى في نهايه الموسم والنادي الاهلي بيعلن عنه. النادي الاهلي بيعلن عنه في كلام، ممكن يبقى فيه كلام عادي، ما هو الكلام طول السنه ممكن يبقى فيه كلام، ولكن رسمي مفيش حاجه رسمي لحد دلوقتي. لما يبقى فيه حاجه رسمي هتلاقي النادي الاهلي مطلع بيان، هتلاقي النادي الاهلي قايل مين اللي جاي، تعاقد مع كذا، احنا جبنا كذا. انما في الفتره دي انا برضو بتكلم لاني واحد من الجمهور، انا مش عايز الجمهور يتشتت. الفتره دي مهمه جدا 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 ان احنا نبقى طبعا الفريق كله على قلب رجل واحد، احنا كمان لازم نكون وراهم، احنا لازم يكون الشعار بتاعنا زي الشعار بتاعهم، التتويج بالدوري الممتاز، البطوله المفضله للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. هو ده اللي احنا بندور عليه. ما تسمعوش بقى الكلام اللي يقول لك الاهلي بيفاوض فلان والاهلي هيبيع فلان، ده ملوش علاقه بالواقع حتى الان. ملوش علاقه بالواقع حتى الان.
لان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي دايما بيعلن عن المفاوضات او التعاقدات ولكن في الوقت المناسب، وده طول عمرنا متعودين عليه في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم كنتوا فاكرين ساعه قبل ما كنا بنروح رحنا قطر في كاس العالم للانديه، وبعدين قبل ما نروح كمان نلعب السوبر برضو في الدوحه، قال كلام كتير جدا على لعيبه، قال كلام كتير جدا جدا قبل ما نروح عشان يوقعك اللي بيقول الكلام، اشاعات عشان توقعك. لكن طلع النادي الاهلي ووضح والامور زي ما هي واللعيبه موجوده زي ما هم. فالجمهور جمهور النادي الاهلي كعادته دائما في اللحظات اللي زي دي دايما بيأذر اللعيبه، دايما ورا اللعيبه. دي مرحله حاسمه جدا جدا، مرحله صعبه جدا، مرحله فيها شراسه جامده جدا جدا. الفريق واللعيبه والجهاز الفني والمنظومه كلها محتاجه دعم الجمهور، محتاجه دعم الجمهور. وزي ما تعودنا طول عمرنا لعيبه النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي السند الحقيقي بعد ربنا لينا، السند الحقيقي بعد ربنا لينا. فانا بقول لجمهور النادي الاهلي الفتره دي فتره صعبه، ممكن تلاقي مثلا مفيش عروض كويسه شويه، وده وضع طبيعي، وضع طبيعي، لان احنا مضغوطين ضغطه جامده جدا 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 الفتره دي، مضغوطين ضغطه صعبه جدا جدا. فكل اللي احنا عايزينه او كل اللي في بالنا دلوقتي الثلاث نقط بتوع كل مباراه. مره هتقولي بس العرض يا سيدي، انا النهارده عايز اكسب، انا بلعب على بطوله، لما العب على بطوله في الظروف الصعبه ديت عايز اكسب، عايز اخد ثلاث نقط، وبعد كده كلمني على العرض. ما انا ممكن اعمل عرض كويس واخسر، انا لو تعادلت ماتش خلاص المنافس هيشم نفسه، هيبتدي بقى خلاص بتديله دفعه معنويه لماتشاته اللي جايه، وانت تحاول بقى تلحق. لا، احنا ورا لعبتنا ان شاء الله طول ما احنا وراهم ومعانا ربنا في البدايه طبعا، ان شاء الله باذن الله اللعيبه دي هتجيب بطوله الدوري اللي احنا كلنا عايزينها. احنا طماعين، احنا طماعين، احنا كجماهير نادي اهلي وكلاعبين نادي اهلي طماعين. ما كفناش؟ لا ما كفناش. ما كفكوش البطولات بتاع السنه دي؟ لا ما كفناش. احنا عايزين، هدفنا معروف، احنا بنطلع كسبانين ماتش عايزين نكسب ماتش اللي بعده، كسبانين بطوله عايزين نكسب البطوله اللي بعدها، احنا كده. سيبكم بقى من الشائعات والكلام الفارغ اللي بيتقال ولعيب جاي ولعيب رايح. ده حتى ماتش دجله الاخير قال لك برضو، عملوا لنا اشاعه قال لك ايه ده، في اخر الماتش حصل خناقات بين اللعيبه وبعضها، حصل خناقه بين حسين الشحات ومحمد الشريف، والكاميرا لما جابت حسين الشحات بعيد جدا في مكان تاني عن شريف فضحتهم، فضحت اللي بيقولوا الكلام دوت. اللي عايز اقوله لجمهورنا، جمهورنا واعي جدا جدا جدا، طول عمر جمهور النادي الاهلي واعي، وجمهور النادي الاهلي انا واثق مليون المية لعشر مرة بقولها ان هو الفترة دي هيبقى ورا فرقة النادي الاهلي. سيبكم من الاشاعات دي، الفترة اللي جاية جمهور النادي الاهلي ورا فرقته، جمهور النادي الاهلي ورا فرقته، وجمهور النادي الاهلي زي ما عودنا دايما بيؤازر اللعيبه لحد النهايه، لحد النهايه. كل في الاهلي الفتره دي مركز وساكتين، ملتزم الصمت كلعيبه وكجهاز فني، لان احنا لينا هدف واحد بس، حسم اللقب، حسم اللقب. انت تيجي واحد يقول لك ايه يا جماعه، ما انتوا واخدين 42 دوري، ايه المشكله يعني لما خلاص بقى السنه دي يعني حتى يضيع، يعني مش تسيبوه حتى يضيع. لا، احنا ما نعرفش الكلام ده، يبقى انت ما تعرفش لا الاهلي ولا الاهلاويه. احنا زي ما قلنا ما بنشبعش بطولات، بالعكس احنا كل بطوله بناخدها كان دي اول بطوله لينا. هو كده النادي الاهلي، النادي الاهلي مصدر السعاده للجمهور، النادي الاهلي يساوي بطولات. ماتش النهارده طبعا محتاج تركيز كويس قوي، لان هو قدام فرقه منظمه، فرقه سيراميكا كليوباترا، عندهم لعيبه مميزه ولعيبه كويسه قوي بيلعبوا كوره كويس. يعني لو سبت لهم الماتش وريحت شويه هتلاقي لعيبه كويسه وبيعرفوا يلعبوا بارتياحيه وبيعرفوا يجيبوا جول. هو كمان ما عليهوش ضغوط خالص النهارده. النهارده سيراميكا بيلعب لتحسين المراكز، وان انا اوري نفسي
مفيش فرصه منافسه على مربع ذهبي، ولا هو يعني بعيد عن الهبوط بنسبه 99%، مش مهدد اصلا. فاللعيبه هتنزل النهارده تلعب مستريحه من غير ضغط، فممكن يقدم، لا مش ممكن، هو هيقدم، انا متاكد هيقدم اداء قوي جدا قدام النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي ما عندوش بديل غير الفوز، عشان كده بقول لحضراتكم الضغوط اكتر على النادي الاهلي، الضغوط اكتر على النادي الاهلي، لان انا عايز اكمل، عايز افضل متصدر. احنا تصدرنا القمه اللي احنا كنا بعاد عنها بسبب الماتشات المتاجله المباراه اللي فاتت بعد فوزنا على دجله. كمان لسيراميكا دي اول مباراه للجهاز الفني الجديد، هو جديد وقديم، اللي هو بقياده الكابتن هيثم شعبان اللي طلعهم السنه اللي فاتت من دوري الدرجه الاولى به للدوري الممتاز. يمكن ابتدى كابتن هيثم مع سيراميكا عمل نتائج كويسه وعروض كويسه، وبعدين ابتدت النتائج تتهز شويه، جه الكابتن ضياء السيد اللي قدم عروض كويسه وكسب في البدايه، وبعدين وهو بيقدم العروض صدف سوء توفيق غير عادي، كان بيبقى هو الافضل ولكن النتائج ما بتساعدوش، يعني يبقى كسبان لحد الثواني الاخيره وبعدين تلاقيه متعادل مره واثنين وثلاثه. فالنهارده لما الكابتن ضياء مشي ورجع تاني كابتن هيثم، هتلاقي النهارده دوافع مختلفه بعض الشيء للاعبي سيراميكا مع عوده هيثم شعبان، وده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي. هتلاقي النهارده دوافع مختلفه، عايز اثبت نفسي، عايز اثبت ان انا احق ان انا العب، عايز اثبت ان انا لا قريب من النادي الاهلي، مفيش فرق بيني وبين لعيبته، ده وضع طبيعي جدا جدا جدا. وموسيماني ولاعيبه النادي الاهلي عارفين ده كويس، وعارفين اهميه المباراه كويس. انت بتلعب على بطوله، مش محتاج انك تخسر نقطتين بالتعادل، فمركزين في اللقاء جدا جدا جدا. ممكن يبقى في تباين في المستوى على مدار المباراه، ولكن ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا عادي، ممكن شويه فوق شويه تحت في الظروف اللي احنا فيها دي، الظروف الغير طبيعيه، ده ممكن يحصل. احنا النهارده بنفتقد بعض اللاعبين زي بدر، ناصر، طاهر، محمد طاهر، وليد، لكن احنا عندنا ثقه في جميع اللاعبين، ثقه في جميع اللاعبين. هيرجع لنا النهارده ان شاء الله محمد الشناوي، اكرم توفيق، هيرجع لنا ايمن اشرف، فباذن الله رب العالمين اي حد يلعب النهارده او اي حد يلبس فانيله حمراء باذن الله يكون جدير جدير بتمثيل النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك لبعض بعد المباراه. نروح لزميلنا شريف شعبان من قناه النادي الاهلي في فندق الاقامه، يطمنا بقى على اخر استعدادات الفريق قبل ما يروحوا الاستاد. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد ومباراه جديده للنادي الاهلي حامل اللقب، بطوله الغاليه، بطوله الدوري الممتاز، النادي الاهلي مع سيراميكا كليوباترا في التاسعه مساء على استاد الاهلي، والسلام يا رب باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق سيراميكا المحترم. كواليس فندق اقامه النادي الاهلي، يمكن الاهلي بدا يومه بعد التمرين الرئيسي اللي كان امبارح في الخامسه عصرا في استاد، ثم تحرك اللاعبين الى الفندق، وكان العشاء موجود في الفندق امبارح طبعا كلام وجلسات كثيره ما بين مدير الكره مع اللاعبين، كباتن الفريق الكبار الكابتن سعد سمير، الكابتن محمد الشناوي، جلسات كثيره مع لاعبي النادي الاهلي، التركيز فقط في السبع مباريات، التركيز في مباراه سيراميكا ومحاوله الفوز بها ثم باقي المباريات. يا رب باذن الله يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الاهلي ونفوز طبعا على فريق سيراميكا. خليني اقول لك ان الفطار كان في 11 صباحا، ويا الغداء كان في الثالثة عصرا، المحاضرة كانت في الخامسة والنصف اللي أعلن فيها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض بلقاء سيراميكا. يا رب بإذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الأهلي. النهاردة طاقم تحكيم مقوم من أمين عمر حكم ساحة، مساعد أول يوسف البساطي، مساعد ثاني هاني عبد الفتاح، حكم رابع محمد حسن، حكم الفيديو اليوم نادر أمر الدورة، ومساعد حكم الفيديو حمادة الجلاوي. يا رب بإذن الله يكون الحكم او طاقم التحكيم كله موفق النهارده ويدي لكل واحد حقه، والتوفيق النهارده يكون مع النادي الاهلي ونفوز يا رب، يا رب باذن الله ونفوز ونقترب خطوه كبيره جدا من حسم اللقب، البطوله المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. التركيز ثم التركيز ثم التركيز، دي كانت تعليمات مستر بيتسو موسيماني ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ لكل لاعبي النادي الاهلي، التركيز في لقاء اليوم فقط، ما نشغلش بالنا باي فريق ثاني، ما نشغلش بالنا باي حد ثاني غير 90 دقيقه امام سيراميكا، وطلب اللاعبين بالفوز وطلب اللاعبين باحراز هدف مبكر. يا رب يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن.
اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان. وزي ما احنا شايفين الاجواء ان شاء الله مهيئه باذن الله لمكسب للنادي الاهلي، وباذن الله كل ما بتكسب زي ما بنقول كل ما بتقترب خطوه من درع الدوري. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. معانا تشكيل سيراميكا كليوباترا، هيبقى عامر لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر رجب بكار واحمد محسن على الاطراف، الاثنين اللي في القلب خالد صبحي وعبد الله محمود، قدامهم محمد توني، وقدام محمد توني طارق سامي وكوامي بونسا، قدامهم ثلاثي المقدمه، ثلاثي المقدمه محمد ابراهيم وميدو جابر، وقدام في خط الهجوم احمد ياسر ريان. مره ثانيه عامر رجب بكار واحمد محسن على الاطراف، خالد صبحي وعبد الله محمود اثنين قلبي دفاع، قدامهم محمد توني، قدام محمد توني طارق سامي وكوامي بونسا، وقدامهم وسط هجومي وخط هجوم محمد ابراهيم، ميدو جابر، احمد ياسر ريان. يعني هو النهارده كمان مهتم جدا بالشق الدفاعي على حساب الشق الهجومي. كابتن شريف، اخر يمكن ست مباريات لسيراميكا ما كسبش، اتغلب اخر خمسه، اتغلب ثلاثه وتعادل. اخر فوز ليه كان يوم 9 مايو على بيراميدز، ومن بعده دخل في دوامه التعادلات والهزائم. هل ده هيبقى ليه مردود على ماتش النهارده؟ وانا من التشكيل بتاعه او الطريقه بيقول ان هو مهتم النهارده بانه يقفل نص ملعبه على حساب الشق الهجومي. كلامك مظبوط، بس امكانيات اللعيبه بعد الراحه دي كلها، انت ما يو جانت جارانتي، يعني الجارانتي بتاعك النهارده اللعيبه دي عايزه تقفل على النادي الاهلي المساحات والاطراف، ولا اللعيبه دي عندها مفهوم الكونتر اتاك فقط، ولا اللعيبه دي هتدي كل المسؤوليه لمحمد ابراهيم وميدو جابر واحمد ياسر ريان بالشكل التحركات اللي بيعملوها ناحيه الشمال. اعتقد ناحيه الشمال بالنسبه لهم هي العوجه اللي هم بيحبوها، اللعبه اللي هم بيرتاحوا فيها، اللي عايزين يعدوا منها. معايا فرق على إيه؟ على فكره مش على النادي الاهلي بس، انما عندهم حاجات كتيره كنا بنتكلم فيها كلنا. العمق بتاعهم اذا كان من خالد صبحي او عبد الله محمود ورجب بكار برضو ناحيه اليمين، عندهم بقاله كتير قوي عنده اصابات ومش موجود بقاله كتير قوي. اللعيبه دي مش واقفه على حالها، ما بتشيلش فرقتها، هي سبب دايما التعادلات وسبب الخسارات. وكل الناس بتتفرج على سيراميكا، وكل الناس شايفه المجهود اللي بيتبذل من جميع الناس اللي بتمسكهم، على اساس ان هم عندهم امكانيات كبيره قوي في اللعيبه ان هم يدوا، بس عمرهم ما عندهم فترات 90 دقيقه انك انت تقدر تضمنهم. أيوه. تضمن الاداء في 90 دقيقه، وما عندهمش التزام زي فرق كتير قوي. ما عندهمش الضغط على نفسهم. ضغط على نفسي النهارده ان انا لازم اكسب، ضغط على نفسي ان انا لازم احاسب احافظ على مكسبي. يعني كان في ماتش كسبانينه 2-0 فاكر عليا الماتش ده، وفوق اتردوا اتغلبوا 3-2. ايوه ماتش غريب جونة. جدا الجون ماتش جونة. ماتش غريب جونة. جدا وماتش اسوان يعني تعادل في اخر ثانيه من اوت اخر اوت. الحاله الانسيابيه بعدم المسؤوليه والاتكال، اللعيبه بتتكل على بعض. وفي لعيبه واخده دور انا مش مدافع. ايوه انا الكره تجيلي من نص ملعبي وتتباصى كويس قوي عشان انا استلمها واعمل الفنيات اللي عندي والفرديات. أي. فهل هيقدر النهارده انت بتلعب فرقه زي النادي الاهلي بمفاهيم كتيره قوي هتقدر تترجم كل ده عشان تطلع كسبان المباراه؟ لازم انت تبقى موفق قوي، والنادي الاهلي يبقى في حاله اوت اوف بوزيشن، يعني اللي هو مش الاوف داي، اللي هم مجوش. فالعمليه بتبقى صعبه قوي على فرقه زي سيراميكا النهارده في تنظيم يعني فترات المباراه كمان. أي. يعني النهارده اول ربع ساعه لو عرفت تحافظ على ما على شباكك انك ما يخش فيك جول، وتبقى بتحدد شويه النادي الاهلي بتقول له انا موجود في الملعب، ده يبقى انجاز كبير جدا. صحيح. انما ان انت بتطلب منهم النهارده، ورغم الغيابات بتاعت شادي حسين، انا بعتبره لعيب كويس جدا شادي حسين بمثابه احمد ياسر او اي سنتر فيرد موجود في مصر يعني. وانا كنت مرشحه قبل كده للمنتخب. أي. حقيقه كان لعيب كويس قوي، بس برضه اللعيبه دي من كتر ما بتخرج وبتترجع وبيتغير عليها مدربين والتدوير بيحصل بيفقدوا حاجات كتير قوي، اهم حاجه فيهم الثقه، انك لما ترجع الملعب تاني يبقى عندك الثقه الكبيره قوي انك تعدي. صحيح. فاعتقد انها هتبقى مهمه صعبه جدا على فرقه سيراميكا.
ومش خسرانين حاجه انا عارف انما النتيجه المطلوبه انهم يخرجوا من الازمه اللي انت كلمتني عنها اعتقد انها هتبقى صعبه قوي. طيب بص ده كابتن تحضير الهجمه عند سيراميكا كابتن علاء ده في ماتشنا معاهم بيبدا من تحت. هو عنده امكانيات اللعيبه على فكره سيراميكا عنده لعيبه كوره كويسين بس فتح الملعب شكل ما انا بقول لك شكل فردي كويس ماشي هو بيحب يلعب كوره وعنده زي ما بقول لك انا لعيبه كده هو بص يا ايمن انت اللي مديله الشكل ده برضه ايوه لان انت مدي مساحات ايوه انت عامل ضغط وضغط كويس قوي يعني بص اللقطه دي في كام واحد من النادي الاهلي في بالظبط المربع اربعه أي. صح خمس. واحد تقريبا يعني يعني في واحد يعني جاي في واحد كمان. جاي لسه كان على اللقطه دي بس اربعه على اربعه ثلاثه وفي ثلاثه من سيراميكا صح كويس يعني العدد مناسب بس ما فيش حد ماسك حد كالعاده الكره ترجع تاني وبيبداوا يحضروا تاني هو ده كان فكر هيثم من بدايه ما بداوا على فكره أي. لكن المشكله مش هم معاهم الكوره المشكله عندهم ما بيفقدوا الكوره مظبوط مساحات كتير قوي التزام الدفاع بتاعهم مش قوي صحيح هم حاسين ان هم لعيبه كوره كويسه وتجميعه الفرقه هايله لكن لما تيجي تشوفهم في الشق الدفاعي صح الشق الدفاعي ولا دفاعيا ولا جماعيا ولا فرديا مظبوط يعني ما اشوفش حد يعمل يعني بص الكره دي حتى يعني حتى لو تمركز والمواجهه يعني هم ماشي كره حلوه جدا معاهم في رجلهم كويس قوي بيلاقوا بعض كويس صح. وعندهم ثقه في نفسهم كويس قوي وهتلاقي الثقه دي النهارده ان هو في المركز 12 ما عندوش مشاكل في حته الجدول مش مضغوط لكن لو جبت بقى اي كره وهم مش معاهم الكره في الحاله الدفاعيه هنا اكبر مشاكل سيراميكا وهو فقد الكوره يعني مش يعني ما بيبانش يعني ما بيعرفش يدافع ايمن حتى لما لو الوقفه صح. الوقفه ما الرصه اصل اي مدير فني ممكن يرص كويس قوي هرصها هايل لكن التنفيذ ازاي في الملعب هتنفذ ازاي هتعمل ضغط ازاي لو ضغط من على الجناب هتعمل ضغط ازاي صح. ومين اللي هيروح ومين اللي هيغطي ومين اللي هيبقى عكسي دي اكبر مشاكل سيراميكا ودي النقطه اللي هيلعبها النهارده النادي الاهلي اللي عنده صحيح. عنده بقى يعني هم عندهم مشاكل لكن انت كمان عندك لعيبه تسبب مشاكل اكتر لسيراميكا عشان هتلاقي مساحات كتير جدا خصوصا مساحات مؤثره في قلب الدفاع اللي هم عند خالد صبحي وعند عبد الله محمود صحيح. عنده مشاكل كتير في الحته دي صحيح. طيب تعالوا نتعرف معنا على اجواء ما قبل المباراه وزمايلنا الاعزاء شريف شعبان وفاروق صلاح من ملعب المباراه اتفضل يا شريف تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكبار نجوم مصر والنادي الاهلي ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان مباراه النادي الاهلي مع سيراميكا في التاسعه مساء على استاد الاهلي والسلام يا رب باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي من دخولك استاد الاهلي والسلام ما شاء الله الاجراءات الاحترازيه من اول البوابه لحد الملعب بتتعمل بشكل دقيق جدا اجراءات الدخول ولا اروع ولا اجمل اذا كان تنظيم النادي الاهلي او التواجد الشرطي الموجود من عند بوابات الى مرورا طبعا بالدخول الى الملعب الاغاني كمان الاغاني الاهلي كلها يعني تخلي جسمك يشعر اغاني النادي الاهلي كلها شغاله من اول لما تخش استاد الاهلي والسلام تسمع اغاني النادي الاهلي اغاني ولا اروع ولا اجمل اجواء كلها تساعد النادي الاهلي باذن الله النهارده على حصد ثلاث نقاط جديده مستر بيتسو موسيماني حذر لعيبه النادي الاهلي من فريق سيراميكا ومن خطوره فريق سيراميكا وطلب اللاعبين باحراز هدف مبكر يا رب باذن الله يكون التوفيق النهارده من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق سيراميكا اول لما الاهلي وصل الى استاد الاهلي والسلام كان حريص مستر بيتسو موسيماني يكون موجود في ارضيه الملعب ليعاين كل شبر في ارضيه الملعب وجاب كمان مهندس الزراعه وكان بيتكلم معاه في كل جزئيه او في كل صغيره وكبيره في ارضيه الاهلي والسلام يا رب باذن الله يكون الملعب النهارده يساعد بشكل كبير جدا لاعبي النادي الاهلي طبعا تم رش الملعب كالعاده زي ما موجود في اوروبا كلها مش موجود في مصر كلها يعني ما تم رش الملعب منذ قليل ومن خلفي الان بيجري لاعبي النادي الاهلي التسخين قبل بدايه المباراه يمكن طاقم التحكيم بقيادة الكابتن أمين عمر كان حريص ينزل أرض ملعب الآن يسخن في أرض ملعب منزلش أول لما وصل إلى استاد الأهلي والسلام لا كان حريص ينزل مع إجراءات تسخين قال لي كلمته سألته ليه منزلتش بدري قال لي عندي ثقة كبيرة في أرضية الأهلي والسلام وعارفها استاد ولا أروع ولا أكبر من أحسن الاستادات مش في مصر بس لا ده في العالم العربي فعندي ثقة كبيرة في الملعب فمش محتاج أنزل وأبص على الأرضية ولكن وأنا بسخن هبص على الأرضية ولكن عندي ثقة كبيرة جدا إن الأرضية هتظهر بشكل جيد جدا لهذه المواجهة ختاما بإذن الله النهارده النقل التلفزيوني بتسع كاميرات يا رب باذن الله يكونوا موفقين الى حد ما وباذن الله باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق سيراميكا عوده لك من جديد كابتن ايمن اتفضل ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي باذن الله ومن زميلنا شريف شعبان نروح لزميلنا فاروق صلاح اتفضل يا فاروق
طبعا في البدايه كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال ولكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مواجهه صعبه جدا طبعا بتجمع ما بين النادي الاهلي وفريق سيراميكا. طبعا الكابتن هيثم شعبان اللي تولى المسؤوليه خلفا للكابتن ضياء السيد تولى المسؤوليه منذ 5 ايام وقت كان صغير جدا ان الكابتن هيثم شعبان، لكن طبعا هو كان سبق لي تولي القياده الفنيه للفريق فاكيد هو ادرى واحد يعني باللعيبه وباسلوب لعب فريق سيراميكا. طبعا كابتن هيثم شعبان اعلن تشكيل اللقاء، طبعا هو التشكيل بتغلب عليه النزعه الدفاعيه، وجود 8 لاعبين في التشكيل عندهم النزعه الدفاعيه. هو بيلعب طبعا بطريقه 4-1-4-1 مدي تعليمات للثلاثه اللي بيلعبوا في دايره المنتصف اللاعب محمد توني وكوامي بونسوا وطارق سامي بتضييق المساحات على لعيبه النادي الاهلي وافقاد النادي الاهلي عمليه يعني تحضير الهجمه من البدايه. طبعا عنده غيابات في الشق الهجومي صالح جمعه وشادي حسين واحد من العناصر المؤثره وايضا شريف دابو ومحمود نبيل. خلال فتره التوقف كان الفريق خاض 3 لقاءات وديه، كان تعادل مع فريق الانتاج الحربي بهدف لكل فريق، وكان تلقى لزيمه من فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وفوز وحيد حققه على فريق البنك الاهلي في اخر لقاءاته الوديه. اخر الكلام اخر التعليمات اللي قالها الكابتن هيثم شعبان للاعبين، قال لهم استمتعوا باللقاء، يعني النهارده حاول ان هو يطلع بنتيجه ولو ايجابيه يضيق المساحات على لعيبه النادي الاهلي، يفرض رقابه على مفاتيح لعب النادي الاهلي، لكن ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن عادل، تشكيل سيراميكا على الورق 4-1-2-2-1 او 4-3-2-1، ولكن هم احيانا في الملعب بتبقى 4-1-4-1، ولكن عندهم مشكله زي ما قال الكابتن علاء حته ايه؟ محمد ابراهيم. بالظبط. بص يا كابتن، هم بيلعبوه على طول 4-5-1. أيوة. محمد ابراهيم اللي بيبقى فري في الخمس. الملعب مظبوط، وهو اللي بيلعب تحت احمد ياسر. هيلعب تحت احمد ياسر، لكن في نقطه مهمه، انت لو بحثت في امر سيراميكا طول السنه هتلاقيها من الفرق اللي هي جابت 35 جون عليها 35 وعلى 5. بص يعني الثامن من حيث التهديف. أي. ثامن فرقه من حيث التهديف ب 35 جون. اي ال 13 من حيث الدفاع استقبل شبكته حوالي في بس فرق 7 جالهم يعني دخل فيهم جوان اكتر منه. أي. ده يديك انطباع عن فرقه ايه؟ ان هي حته التوازن ما بين الدفاع والهجوم متساويه. بص احنا معانا على الشاشه تقريبا التشكيل وتقريبا طريقه اللعب. محمد ابراهيم ما يعرفش يلعب على طرف. ما يلعبش على طرف. اه طبعا. فعلشان كده ميدو جابر يلعب على طرف صح. ما هو ميدو جابر ممكن يلعب على الطرف اليمين او يلعب على الطرف الشمال، لكن هي الموضوع من الاخر انك انت لما الكوره بتبقى معاهم بيعملوا ايه؟ اول حاجه بيعملوها هيسيبوا لك الملعب، مش هيضغط عليك الا في البدايه الضغط الواهيه اللي احنا اتكلمنا عليها. أي. لكن هو هيلعب بالاربعه اللي ورا، وممكن ينزل محمد انور احيانا بينزل تحت الحته بتاعه اللي بينهم يا كابتن ايمن، اللي بين السردباكات. او ممكن يحولها 4-1-4-1 ماشي، لكن هي الافضل اللي بيلعبها اللي بيحب يلعبها اللي هي محمد ابراهيم بيبقى تحت الراس حربه في القلب، لان محمد ابراهيم ما عندوش سرعات. محمد ابراهيم ممكن يعدي واحد ضد واحد في مساحه صغيره، ممكن يحط باص طولي لاحمد ياسر او لميدو جابر او لرجب اللي رجب بكار من ناحيه أي. اليمين الباك رايت، لكن هو الطرف الشمال دائما هو اللي ثابت عنده اللي هو احمد محسن. يمكن احمد محسن عنده ثبات شويه عن رجب بكار، ولكن برضه في مقابل هم هيلعبوا مين؟ النادي الاهلي عارفين ان الطرف الشمال رجب بكار مش هيطلع كتير، عشان عارف ان علي معلول بيهاجم كتير قوي الناحيه الثانيه، يمكن هي اللي فيها حسين الشحات اللي بيبقى عنده ثبات شويه، احمد محسن هيثبت معاه، لكن رجب بكار هنا لو طلع وزاد عليه كهرباء او زاد عليه علي معلول هتبقى عنده مشكله، فايه اللي بيحصل؟ بينزل في طارق سامي ممكن يغطي عليه، محمد توني ممكن يغطي، فاللعيبه بتاعت نص الملعب هي اللي بتتحمل عند سيراميكا كليوباترا بتتحمل العبء الكبير. ايه الظاهره ان بيدخل فيهم اهداف كتير؟ عشان حاجه مهمه جدا. اول حاجه بتضيع منهم الكوره في اماكن، يمكن لو اتفرجت على معظم الاجوان اللي دخلت في سيراميكا تلاقي اخطاء الاول ممكن يكون الفرقه بتهاجم ممكن تتقطع منهم
يبقى في زياده عدديه من صحيح. المهاجمين على المدافعين عن هم عندهم سرعه ارتداد من الهجوم للدفاع. هم ما عندهمش كمان يا كابتن التوازن ما بين الدفاع والهجوم. أي. ممكن يهاجمك بعدد كبير وما يدافعش بدليل ان هو دخل فيه 35 هدف، يعني ده رقم كبير قوي صحيح. انك يدخل فيه 35 هدف في دوري في كام اسبوع، في 28 اسبوع يبقى رقم كبير. المفترض انك انت الكابتن ده يمسكهم، الكابتن هيثم مسكهم قبله، يعني عايز اقول لك انه هم كمان اتكلموا في الامر بتاع المدافعين، حاولوا يعالجوه كذا مره وقال لك عندنا اخطاء كتير فيها. بس هو دلوقتي عايز اقول لك انك انت ممكن تزود ناس كتير في حته الدفاعيه، لكن لا، معظم لعيبه الكره اللي عندهم ما بيعرفوش يدافعوا. هو ممكن يعمل كثافه عدديه في نص الملعب كابتن، هو بيعمل كثافه عدديه في وسط الملعب، لكن اللي عنده عدد قليل من اللي بيستخلصوا الكوره. انت يا كابتن ايمن احيانا ممكن تحط كابتن علاء، كنا شفنا الصوره وقلنا الاهلي كان فيه 4-3 صح يا كابتن علاء؟ مظبوط. لكن قلت ايه؟ قال ايه؟ قال لك ما حدش ضاغط على الكوره. انت ممكن يبقى فيه 2، عشان كده ديانج حتى كابتن بلال هو بيتكلم على ديانج بيقول ايه؟ بيقول هو من افضل الناس اللي بيقطع الكوره كمان. يعني في واحد بيهاجم الكوره، فلعيبه سيراميكا كليوباترا بيستنوا الفرقه تغلط عشان يديهم الكوره. هي دي كانت مشكلتهم الكبيره. بيحلقوا. واحد اتنين، مشكلتهم كانت الكبيره وانا تابعتهم في الفتره دي، ان ما بيبقاش فيه الزياده اللي هو السبورت في كل مكان. بيبقوا دائما 3-3 في الاماكن بتاعتهم. ففي الاخر، في اخر الموضوع ايه؟ هم بيلعبوا النادي الاهلي، عشان بيلعبوا النادي الاهلي هيلعبوا من تحت. الاثنين الوحيدين اللي هيبقى فري وما ما عندهمش واجب دفاعي، والباقي كله التمانية عندهم واجب دفاعي الاول اللي هو احمد ياسر ومحمد ابراهيم فقط لا غير. كابتن بلال، يمكن النهارده هنشوف مواجهه تانية في الملعب بين اثنين من ابناء النادي الاهلي، ولكن هم اول وثاني هداف الدوري العام، محمد شريف واحمد ياسر ريان. محمد شريف ليه 17 هدف واحمد ياسر ليه 15 هدف. محمد شريف ليه 9 برجله اليمين، 6 برجله الشمال، وليه هدفين بالراس ولا هدف من ضربه جزاء. احمد ياسر ليه 15 هدف، 8 برجل اليمين و5 بالرجل الشمال و2 بالراس و4 اهداف من ضربات جزاء. طبعا يعني احمد ياسر ريان يمكن السنه دي من افضل المواسم اللي هو يعني حقق فيها نتائج ايجابيه بالنسبه له على المستوى الشخصي، يعني مع انه ما راحش من بدايه الموسم، لكن على المستوى الشخصي السنه دي حقق نتائج جيده بالنسبه له. هو النهارده بينافس على لقب هداف الدوري، وده امر يعني بالنسبه لك انت كمهاجم او بالنسبه لك كلاعب بيبقى يعني مهم جدا 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 جدا. تمام. احمد برضو من اللعيبه اللي بتعرف تشتغل برجليها كويس، يعني هو بيعرف يشتغل برجليه كويس، بيستغل الفرص المتاحه بالنسبه له. يعني احمد ممكن ما يخلقش لنفسه فرصه يعني، لكن بيستغل الفرصه بشكل كويس. يعني في لعيب ممكن يخلق فرصه لنفسه صحيح، تمام، من لا شيء، وفي لعيب يقدر يستغل الفرصه بشكل كويس، وفي لعيب يعني متخصص في اضاعه الفرص، وكل الكلام ده يعني عشرنا هنا في النادي الاهلي يعني سنوات كتير يعني. أي. فاحمد من اللعيبه المتميزه الحقيقه في استغلال الفرص، حتى الفرصه الوحيده اللي جت الحقيقيه اللي جات له في الاولمبياد سجل منها هدف، يعني كانت فرصه حقيقيه وسجل منها هدف. احمد ياسر يعني هو لعيب متميز بيلعب النهارده قدام النادي الاهلي، وده دافع يعني لوحده، دافع كبير جدا 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 لما تكون انت بتلعب في الفريق اللي بتنتمي ليه. عايز تثبت ذاتك، عايز تقول انا موجود، عايز تقول انا يعني ممكن يبقى انا عندي احقيه ان انا ارجع النادي الاهلي كلعيب اساسي مره ثانيه. فدي بتبقى دوافع شخصيه بالنسبه للعيب، يعني مهما كان البوزيشن بتاعه، بس بتبقى دوافع شخصيه بالنسبه للعيب. محمد شريف لعيب يعني تالق الفترات اللي فاتت بشكل جيد جدا جدا، من اللعيبه اللي عندها امكانيات كتيره تقدر تستفيد منها، بيتحرك كويس قوي، عنده ربط كويس جدا جدا مع زمايله في الملعب. الفرص اللي بتتاح بالنسبه له بيحاول ان هو يتعامل معها بشكل جيد جدا جدا جدا. أيوة. بيلعب برجليه الاثنين بشكل كويس، بيقدر يسجل اهداف باليمين، بيسجل اهداف بالشمال. حته الكرات العرضيه ممكن يكون قليل فيها شويه، ومش هتلاقي فرود
في العالم عنده كل الحاجات طبعا، مستحيل يعني مفيش فرقه في العالم عنده كل حاجه، متميز في كل حاجه، يبقى عنده سرعه وعنده قوه وعنده لياقه ومهاره وبيلعب رجل اتنين وبيلعب دماغه، ده مش هتلاقيه في كره القدم استحاله يعني. يعني ميسي ما بيعرفش يلعب بدماغه، رونالدو الظاهره ما كانش بيعرف يلعب بدماغه يعني. ففي لعيبه بيبقى عندها تميز في بعض الحاجات على حساب حاجات تانية. عايزين نوضح رونالدو غير كريستيانو. لا مش كريستيانو. لا 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 انا بتكلم الظاهره، انا قلت الظاهره، انا قلت رونالدو الظاهره تمام، تسعة مش سبعة تمام، وبعدين ده تسعة وده بيلعب طرف ملعب يعني. ففي يعني اللعيبه بتختلف امكانياتها، بس المهم انك انت تقدر تستغل الامكانيات بتاعتك داخل الملعب، تقدر تستفيد من اللعيبه بتلعب جنبك. يعني شريف من اللعيبه اللي انا بشوفهم حقيقي بيقدر يستفيد من كل اللعيبه اللي بتلعب جنبه، سواء اذا كان الطرفين الملعب حتى لو فيرود بيلعب جنبه. يعني يعني في هدف من الاهداف عملها له تقريبا بواليا اللي هو سجل فيها بدماغه، اهداف كتيره بيشتغل مع كهربا، بيلعب مع مجدي قفشه، بيشتغل مع السوليه، بيشتغل مع معلول بشكل كويس، بيشتغل مع الشحات بشكل كويس. يعني لعيب عنده ذكاء في الملعب بيقدر يستغل الذكاء بتاعه لصالح فرقته ولصالح نفسه. منافسه شريفه طبعا على لقب الهداف، وده وضع طبيعي جدا يعني. احمد ياسر ريان لعيب شاب عنده امكانيات وقدرات، بينضج وهينضج، عنده فرصه ان هو لسه برده صغير يعني، لسه يعني عنده استمراريه ان شاء الله في الملاعب لفترات طويله. فرصه يقول لموسيماني انا من خلال الاداء مش بس الهدف، لان ساعات المدير الفني كمان وهو بيتفرج عليك بيبقى عنده حاطط يعني عنده فكر في اللعيبه اللي بيختارها. يعني انا عايز لعيب بالمواصفات بالحته دي بالشكل ده، طب ممكن يبقى انا عندي لعيب عنده نفس المواصفات يبقى انا بدور على واحد تاني الشكل. احمد ياسر عشان يرجع الاهلي يكون هو مثلا جايب 15 هدف، ممكن ما يكونش هو ده المقياس بالنسبه لموسيماني. ممكن يكون المقياس انا عندي محمد شريف بنفس الامكانيات، عنده نفس لعيب بنفس الكواليتي، لعيب بنفس التركيبه، فبدور على لعيب تاني عنده امكانيات مختلفه، لعيب بيعرف يلعب بدماغه، لعيب بيعرف يلعب في ال 18، لعيب محطه بالنسبه لي. ممكن يكون هو بيدور على حاجه زي كده. فعشان كده في بعض الاوقات ممكن الناس تسال هو ليه ياسر ما يلعبش جنب شريف والاثنين ما يلعبوش جنب بعض، ويبقى دول مثلا الاثنين الاسترايكرز بتوع النادي الاهلي بما ان هما الاثنين هدافين الدوري العام. لا، الامكانيات متقاربه وشبه بعض، تقريبا شبه بعضها. وان كان شريف بيتميز شويه في السرعات، يعني عنده سرعات اكتر فيقدر يشتغل على حته نعم يا كابتن. شريف كان بيلعب طرف شمال او طرف يمين. يمكن اقول لك معلش اقطعك كابتن بلال، انا يعني كان الاثنين بيبقوا معايا في الفرقه اللي احنا الفرقه اللي كانت تحت الفريق الاول، يمكن الاثنين لعبوا معايا ماتشات كتير جدا، كنت بلعبهم الاثنين مع بعض. بس كان محمد شريف هو اللي بيلعب الطرف الشمال، احمد ياسر هو اللي بيلعب الراس حربه. تمام. لكن هو في حاجه افادت الاثنين جيده جدا، وفكره كانت جيده من النادي الاهلي، الاعاره ليهم. صحيح. لان هم لعيبه كويسين بس كانوا محتاجين ياخدوا مباريات كتير. يمكن محمد شريف راح مع كابتن حلمي طولان وافاده كتير قوي، دي حقيقه. وكان بيخليه يلعب طرف، كابتن حلمي وظفه كويس قوي. كان بيخليه يلعب طرف واحيانا يلعب راس حربه لوحده. الناحيه الثانيه احمد ياسر من اللعيبه الجامده جدا اللي هي عاوز اقول لك مستقبل الراس حربه في مصر، انا من وجهه نظري هيبقى في محمد شريف ومحمد ياسر ومصطفى محمد، الثلاثة دول شكلهم أحمد ياسر، مصطفى محمد، محمد شريف، هم دول أفضل ثلاث فراودة هيبقوا متخصصين كفراودة في مصر، دي حقيقة. أضف عليهم حسام حسن بتاع سموحة برضو، لعيب عنده قدرات يمكن عشان كبير بس ممكن في السن يعني شوية في التوقيت الحالي. بس عايز أقول لك يعني ساعات الكابتن المدير، احنا بنتكلم على شريف دلوقتي راس الحربة، مش شريف مش شريف الوينج طبعا، لأن أنت خلاص أنت صعب تشيله من الحته دي، ودي حته ثانيه الا اذا احتجت في بعض الماتشات انك تلعب بطريقه لعبه محدده، او احتجت راس الحربه المحطه بالنسبه لك. راس الحربه رقم تسعه بمواصفات تسعه، يعني هو محطه بيشتغل بدماغه في العرضيات، ودي بتحتاجها خد بالك في الماتشات الصغيره شويه. يعني انت هتلاقي مثلا شريف ما بيظهرش في الماتشات اللي فيها تكتلات دفاعيه قوي، الماتشات المقفوله هتلاقي ما فيهاش مساحات، فدي ممكن ما يظهرش فيها، فبالتالي ممكن يبقى يجي مستر موسيماني يقوم حاطط بواليا، ليه؟ بيشتغل بدماغه كويس، محطه جيده بالنسبه له، بيفيدك في الحتت دي بشكل جيد جدا، عكس شريف اللي هو بيعتمد على الانطلاقات والتحركات المباشره، السبرنتات، السرعات، التحركات القطريه، دي شغل شريف في معظم الماتشات وبيستغله كويس وبيعرف يسجل منه اهداف. يعني فعايز اقول لك ان مش بالضروره انك تجيب كل واحد بيسجل اهداف، لان على حسب احتياجاتك انت كمدير فني، انت محتاج مين الفتره اللي جايه. انا بشوف موسيماني محتاج راس حربه محطه الفتره اللي جايه. تمام. هل ممكن
يبقى بواليا هو ده المقياس بتاعه الفتره اللي جايه نظرا لتالقه في الماتشات اللي فاتت دي، ممكن اللي حسمها الوحيد هو مستر موسيماني مش حد تاني. وانت ليك وجهه نظر ان الاثنين حتى لو لعب باثنين ما يكونوش نفس الستايل. بالظبط. انا من المدرسه في اختلاف بينهم، انا احب الاثنين يبقوا مختلفين تماما. طبعا تمام، يعني ده له ستايل وده ستايل مختلف تماما، لان عشان تقدر تستفيد من الاثنين نفسهم، ما يبقاش الاثنين بطريقه لعب واحده. يعني هتبقى الامور صعبه عليك انت كمدير فني، لازم يبقى الاثنين مختلفين عشان يبقى كل واحد له ميزه تقدر انت تستفيد منها كمدير فني. طبعا صحيح. بس في نقطه معلش سريعه، كلمه واحده بس، احمد ياسر جلسة. لما يجيب 15 هدف مع سيراميكا فده عدد كويس قوي في 20 مباراه يؤهله. يعني لا يعني بقول لك لما يجيب 15، انا فاهم قصدك، غير مع سيراميكا كليوباترا. مع سيراميكا كليوباترا لما يبقى مع النادي الاهلي ويلعب اساسي ال 15، ال 15 دول ما هيبقوا اضربهم كمان 50% يعني كمان 22 هدف. طيب دي حقيقه. كابتن شريف، تفتكر النهارده سيراميكا في ضوء التشكيل ده وطريقه اللعب دي هيبتدي يهاجم، لا هيبتدي يهاجم فرقه النادي الاهلي من قدام، ولا زي ما قال الكابتن عادل لا مش هياخد المخاطره دي من بدايه المباراه؟ دايما وابدا احنا اللي بندخل الفرق معانا في الجيم او مش في الجيم، يعني انت اللي بتدي فرصه للعيب انك تديله مساحات يثبت انه هيلعبك نص ملعب، ولا هياخدك على الكونتر اتاك، ولا هياخدك في الدخول البطيء بتاعك انت في المباراه. فاعتقد ان هيثم بيدور على حاجات كتير قوي في المباراه. اول حاجه انه ما يتغلبش. ايوه. فده يرجعني الى انه هيلعب بسياسه امن التوازن. التوازن اللي هو امن الاول انك انت ما يخشش فيه الجول. صحيح. امسك اطراف النادي الاهلي كويس قوي، بلاش اخطاء كتير في الملعب، لان الاخطاء كتير الملعب انت عندك من السرعات، وعندك قفشه ومحمد شريف عندهم لغه مع بعض، دي لعيبه عارفه امكانيات بعض كويس قوي، وانت عارف الان بتوين اللي بيتباص فجاه تلاقيه حسين الشحات هو اللي بيستثمر الباصه اللي رايحه لمحمد شريف او كهربا، وده حصل في الماتشات اللي فاتت كلها، لقينا حسين الشحات هو اللي بيجيب اهداف، لقينا كهربا هو اللي بيجيب الهدف، ففي لعيبه عامله فولو على بعض كويس قوي بالنسبه للباص وفتح المساحات بالنسبه لنص ملعب النادي الاهلي. فما اعتقدش ان فرقه النهارده كل حاجه موجوده في الكوره ومشروعه، ولكن اعتقد ان كل حاجه بس بيبقى في رد فعل. أيوة. اعمل انت عايزه، خلي افكارك، واحد يقول لك انا ممكن العب انا كده خسران مع النادي الاهلي، العب وافتح ويمكن انا كره تديني، ده الانتاج الحربي جاب فيهم جونين. كل واحد ممكن يفكر على هواه بالامكانيات اللي عنده ازاي يقابل النادي الاهلي. صحيح. النادي الاهلي هو اللي بيسمع للفرقه اللي قدامه، تكون معاه موجوده في نص الملعب ولا تكون معاه عند تلت ملعبه. صحيح. طيب تعالوا نروح مره ثانيه لملعب مباراه وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع المدير الرياضي سيراميكا كليوباترا معتز البطال. اتفضل يا فاروق. كل التحية للكابتن أيمن شوقي وضيوفه الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا المباراة المؤجلة من الجولة 23، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا. كابتن معتز برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. موسم أول لفريق سيراميكا في الدوري الممتاز، أكيد تركت بصمة، أكيد في استراتيجية كانت موضوعة حققت جزء منها، لكن أعتقد لسه الموسم وتتمنوا الختام في وضع أفضل من المركز 11. طبعا اهلا بيكم واهلا بكابتن ايمن وضيوفه. مباراه النهارده باذن الله يا رب يعني تبقى ان شاء الله باذن الله تليق باسم النادي الاهلي واسم منظومه سيراميكا كليوباترا. مباراه من المباريات اللي اكيد فرق الدوري كلها بتستناها والجماهير بتستناها. زي ما انت بتقول الحمد لله سعينا ان احنا نعمل فرقه محترمه تليق باسمنا وباسم المنظومه الكبيره والمؤسسه الكبيره لسيراميكا كليوباترا. ممكن نكون حققنا بعض من الاجزاء اللي احنا المهمه بالنسبه لنا خلال الفتره اللي فاتت، لكن اكيد اول سنه لينا ممتاز ان شاء الله باذن الله. بنوعد الناس ان احنا هيبقى لينا تواجد احسن من كده، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تشهد يعني تالق كبير ان شاء الله باذن الله من لاعبتنا ومن النادي بالكامل. يعني عملتوا مباراه قويه جدا امام الاهلي في مباراه الدور الاول، ومباراه الجميع اجمع انها واحده من امتع مباريات الدوري. مباراه صعبه النهارده في توقيت خلاص مرحله الحسم بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي ما عندوش وقت ان هو يضيع نقاط، اكيد المباراه النهارده فيها صعوبه بالنسبه لكم.
الحقيقه جميع المباريات فيها صعوبه، الدوري بالكامل بقى صعب جدا جدا، سواء المنافسه فوق على لقب الدوري او الهروب من المنطقه الخطر في الهبوط. الماتشات كلها بالفعل صعبه، هي صعبه على النادي الاهلي وصعبه على نادي الزمالك وصعبه على كل الانديه الحقيقه. وكمان بتزيد صعوبتها بالنسبه لنا احنا ان هي جايه بعد توقف دم تقريبا 42 يوم. يمكن النادي الاهلي عنده ميزه ان هو لسه خارج من البطولات الافريقيه وبطوله الدوري بيلعب فيها مباريات، لكن احنا كان عندنا توقف كبير 42 يوم، وكان عندنا كمان تغيير جهاز فني خلال 5 ايام فاتوا، فاعتقد جايه من الصعوبه دي. لكن بنقول ان احنا مستعدين جدا جدا ان شاء الله باذن الله، الاولاد جاهزين لتقديم مباراه تليق بينا وتليق باسم النادي سيراميكا كليوباترا، وان شاء الله باذن الله نستمتع ايا كانت النتيجه. هنبارك للكسبان وهنقول هارد لك للخسران النهارده، نتمنى تكون مباراه جيده الناس كلها تستمتع بيها. يعني عايز اختم مع حضرتك كابتن معتز بنقطه في غايه الاهميه، ما كانش في نقطه كبر من فريق او مجلس اداره نادي سيراميكا في عوده الكابتن هيثم شعبان، اعتقد كان اكتر واحد ادرى بظروف الفريق في التوقيت ده، تولى المهمه منذ 5 ايام، كان قرار موفق، قرار ما كانش ليه صعوبات بالنسبه لكم، وايضا توجيه الشكر للكابتن ضياء وجهازه. طبعا احنا وجهنا الشكر لكابتن ضياء، كابتن ضياء قيمه كبيره ومدير فني محترم وكان معاه جهاز محترم جدا، لكن ممكن تكون الظروف ما ساعدتهوش او التوفيق ما ساعدوش في الفتره اللي هو كان موجود فيها، لكن الحقيقه كان في اهداف كان وضعها نادي سيراميكا كليوباترا او اداره نادي سيراميكا كليوباترا، كان من اهمها هي تحسين النتائج واهمها تحسين ترتيبنا في الجدول، فممكن يكون الظروف ما سمحتش ان احنا نوصل للمرحله دي في التوقيت ده. فالحقيقه مجلس الاداره ارتقى ان الانسب في هذه المرحله ان اللي عارف الفريق واللي مكون الفريق واللي اصلا كان موجود خلال المرحله اللي فاتت، لان الوقت ضيق جدا، انت بتتكلم في سبع مباريات في تقريبا 21 يوم، فدايما انت بتدور على الانسب ليك في المرحله اللي انت بتدور فيها على الرجل المناسب في الوقت المناسب يعني. فربنا سهل ان شاء الله باذن الله، وكابتن هيثم يقدر يعني يلم شمل الفريق باذن الله، ونقدر نحقق ان شاء الله النهارده والماتشات اللي جايه حاجه باذن الله تليق باسم منظومه سيراميكا كليوباترا. انا بشكرك كابتن معتز، اتمنى لكم التوفيق بس بعد هذه المباراه. شكرا جزيلا، ونتمنى لبعضنا كلنا التوفيق سواء في الرياضه المصريه، وكل الناس يعني تطلع مبسوطه من الاداء، اهم حاجه قبل النتيجه. شكرا جزيلا لك. شكرا كابتن ايمن، ده كان لقانا مع الكابتن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن علاء، النهارده الاوراق الرابحه في النادي الاهلي كتير، اكيد ازاي هيستخدمهم مستر موسيماني، وفي نفس الوقت في المرتدات خطوره محمد ابراهيم وميدو جابر واحمد ياسر ريان، هيوقفهم ازاي؟ المشكله دي هيبقى عند حمدي فتحي والثلاثي، لازم يبقى عندك تمركز كويس في نص الملعب. المرتدات دي ايمن علاجها انك تقطع كره في مكانها، الضغط في المكان كويس، الكره اتقطعت ايمن ضغط في المكان على طول تمنع انت اي مرتد عليك. لكن حته محمد ابراهيم، حته محمد ابراهيم هو اللي هيبقى صانع اللعب في سيراميكا، هو اللي بيلعب فريق سيراميكا بمعنى اصح، عشان كده دايما هو بيلعب فري في الملعب، هو ملوش مكان في الملعب. وبحب محمد مش من نوعيه اللعيبه اللي بيحب يبقى طرف من الاطراف، يلتزم ايوه بالظبط، بيحب دايما في قلب الملعب. أيوة. هو ذكي على فكره، صحيح. هو عارف مهم قوي تبقى لعيب عارف امكانياتك ايه وتستغلها صح. انا امكانياتي ان انا في نص في الملعب وشايف، بحب المساحات، بحب اعمل تمريره، بحب اروح للجول، انا مش بتاع اطراف، بس خطر لما بيمسك الكوره طبعا جدا. عشان كده بقول لك النهارده مهم قوي يا ايمن، مهم قوي، كل المساحات اللي كانت في المباريات اللي فاتت ما تحصلش النهارده، صحيح، لان النهارده سيراميكا عندها لعيبه كويسه ممكن تتعبك، ممكن تضايقك لو سبت المساحات بتاعت المباريات السابقه، لا تتعب النهارده. عشان كده النهارده انا بتمنى ان المساحات تبقى ضيقه جدا جدا جدا، خصوصا في التلت الاخير في ملعبك انت لازم، والاهم من ده كله عشان تمنع كل المشاكل دي، اول ما الكره تقطع اعمل ضغط في المكان، بس ضغط صح، مش جاي الضغط اللي احنا جبناه المورال السابقه، ضغط كده يعني هو تحس ان يعني ضغطه خلاص، لكن مش مهتمين. النهارده لا، لازم احترام كامل لفريق سيراميكا في لما يكون الكره معاهم، لما عندهم لعيبه كره كويسه. الاهم بقى كمان لازم تستغل الاخطاء الكتير لفريق سيراميكا حته الدفاعيه، خصوصا المساحات الموجوده زي ما بقول لك انا في القلب، لازم تستغلها كويس قوي. تحرك محمد شريف في القلب النهارده هيفتح مساحات كتير قوي، مش محمد شريف للشحات وكهرباء، خصوصا لما بيخش حته راس الحرب، ودي مفيش التزام فيه هما الاثنين، ودي بتعمل كويس قوي، يعني عدم التزام كهرباء وحسين الشحات هما على الاطراف دايما بيخشوا في نص الملعب، دي حاجه كويسه جدا. تحركات محمد شريف بقى اللي هو بيعملها مع محمد مجدي كمان، لا كابتن شريف بص يا كابتن اتفضل، ده الماتش اللي كان بيننا وبينهم، بص مثلا هما في بدايه الهجمه، بص الزياده العدديه اللي لعيبه النادي الاهلي في الضغط كويس،
بس لازم بس لازم الضغط ده ايه ما يتعمل، ما فيش حد لعيبه بقى ورايا لازم الكلام ده، ولازم المساحات، لازم ياسر ابراهيم ورام ربيعه لازم على قوس الدايره يبقى واقف قدامك. ممكن تجيب ليها لنا تاني؟ معلش جوال تاني عشان في حاجه مهمه فعلا قالها الكابتن علاء، حته ان انت مطول الملعب على نفسك قوي. بالظبط هي دي. ده أيوة. بص كملها نكمل ماشي نكمل هتلاقي ناحيه اليمين عندهم هناك بص فراغات كتير قوي. كمل كمان كمان. لا كملها برجاوي كمان بص هناك بس اقف هنا بقى اقف هنا. كان لازم بتوعنا يكون عند نص الملعب. بص ايمن الضغط اللي عامله ديانج ده الكره اللي عندنا دي تمام واحد على واحد، وهنا ديانج كويس قوي. بص بقى الناحيه الثانيه لازم ايه عادي لا اثنين الفضل لازم الاثنين اللي هناك دول لازم خطوه مزبوط. ما ينفعش يبقى الكره لازم ابقى انا ورا الكره اللي شايفها مش لازم الكره تبقى كده، لان اي لمسه للراجل في نص الملعب ده وما حصلتش هيروح على طبعًا. على اربعه. عشان كده بقول لك لما تيجي تعمل الضغط يتعمل كويس قوي، ولازم خليه ماشيها لك كمان شويه كده، ولازم ماشي شويه كده ساعه كمان ماشي كمل كمان ماشي كده ماشي يا برجاوي ده اخرها. طيب خلاص ده مش مهم ماشي. المهم الكابتن يبقى كده يتكلم على لما تمشي بالكاميرا هتلاقي برضو مساحه كبيره قوي وفي اثنين واقفين ناحيه اليمين فاضيين عشان كده ده كمان ده الماتش بتاع الدور الاول. بس اهم حاجه النهارده لما تعمل ضغط لازم تبقى كتله واحده كله شايف الكوره، ما ينفعش يبقى زي كده ديانج ومش عارف طاهر او حسين ده، والناحيه الثانيه لازم يبقى انت تحت شايف الكوره ما تسيبش خصم كده، لان اي كوره من دي ايمن النهارده لا النهارده تكلفك، لان المباريات السابقه مع احترام الكامل للفرق الثانيه ما عندهاش لعيب كوره زي سيراميكا، لازم نحترم اول لعيب سيراميكا والمساحات اللي كانت بتتساب في الماتشات اللي فاتت. لا كل مباراه انا بستفاد منها، كل مباراه استفاد منها. النهارده حلو الضغط ده كويس قوي هايل، وبصوا كله كتله واحده واتقطع. ما هو ده الضغط يا ايمن، ما هو انت بتعمل ضغط عشان تاخد الكره الثانيه دايما. مزبوط. هو ضغط تضغط لكن بعد ما تضغط لازم الكره الثانيه تاخدها على طول. مزبوط. هو ده اهم حاجه، ولازم يبقى في سرعه برضه، يعني سرعه. بص حته التحول من الدفاع لهجوم احنا بنبقى بطاء قوي في بناء الهجوم. يعني بص عشان يعني مبادئ بسرعه كده عشان تبقى انت متحكم في الاداء، مساحاتك قريبه قوي، ضغطك كويس قوي، الكره الثانيه لازم تبقى بتاعتك، يبقى انت كده ضمنت كل هجمه ليك انت اساس. صحيح. طيب كابتن عادل في ضوء تشكيل الفرقتين بقى توقعاتك لسيناريو الشوط الاول. يعني انا شايف انه هيبقى في النادي الاهلي هيعمل ضغط بس الضغط على طول الوقت، ولكن ضغط عالي من الامام لازم يعمل كده. لا انا بكلمك على توقع، هو لازم احنا كلنا هو لازم هيعمل كده لانه فرقه سيراميكا لما بتديها الحريه لعيبه كوره زي ما كلنا اتكلمنا فما تديهاش الحريه ان هي تشتغل، بالعكس كمان فرقه سيراميكا هتعمل لك البدايه كانها بتضغط الضغط الوهي اللي هو هيشتغل فيه. أي. لكن في كلمه اخيره عايز اقولها بالنسبه لشكل اللعب، يعني هنا وهنا النادي الاهلي يجب انه المباريات دي ومنها البدايه المباراه النهارده انه لازم يبقى طول الوقت 0-0 علشان لما يجيب جون والتاني يكسب. الماتشات دي ما ينفعش تتاخر فيها عكس المباريات اللي قبليها اللي قبل كده. فعشان كده لما انت بتشتغل مأمن كويس وبتلعب كويس تنازل شويه عن حته انك انت مهاجم 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 مهاجم. الفكره بقول لك انك انت لما تكون متعادل بيبقى عندك هدف واحد بتجيبه اللي هو تكسب. أيوة. لكن لما تتاخر بيبقى عندك طريقين، الطريق الاولاني انك تتعادل والطريق الثاني انك تكسب. أيوة. مش معنى اللي انا بقوله ان احنا ندافع للفرق، لا، بس انا عاوز اقول لك بلاش حته انك انت المجازفه 100%. قسم اللعب على اوقات ارباع، ممكن 10 دقائق، ممكن 20 دقيقة، انك انت تعمل محاولة وبتعمل عشان حتى كمان تجيب من الناس التانية اللي هم مخبينه عليك. طيب كابتن بلال، كابتن عادل قال لك المجازفة من البداية بتبقاش مطلوبة. طب حتى لو انا بلعب على بطولة واحنا شايفين الماتشات اللي فاتت احيانا بيضيع منك بداية الشوط الاولاني، فاعتقد ان المجازفه طبعا هي وجهه نظر كابتن عادل وجهه تحترم، ولكن انا مش بتكلم يا كابتن مش مجازفه. انا بقول ايه، ان دايما تدافع قوي طبعا ولما الكوره تروح منك، يعني الاول الاهلي بيعتمد على ان الفرق بتعمل زون عليه. ايوه تمام. فايه اللي بيعمله؟ بيهاجم قوي بدون ما بيكون فيه عمق دفاع جامد، لانه بيعتمد على ان الفرق ما بتهاجمكش. أيوة. دلوقتي الفرق بتهاجمك بدليل
ان انت مثلا في الجونه تعادلت اخر ربع ساعه اخر دقائق في المباراه، ومره في مباراه اخرى تعادلت. عشان كده انا بقول لك مش تجازف. أي. لا انا بقول لك انك تعمل توازن تركيز وتركيز. طيب كابتن بلال شايف الشوط الاول ممكن يمشي ازاي؟ لا بس انا هكمل على كلام كابتن عادل. يعني هو الفكره مش فكره مجازفه او بالانس، الفكره فكره انك دايما بتلعب جيم مفتوح. تمام. جيم مفتوح بخطوط يعني متباعده. اللي قصده كابتن عادل او ممكن اللي انا افهمه يعني أيوة اللي قصده انك ما ينفعش تبقى الخطوط بتاعتك متباعده طول الماتش. أيوة. صعب مع الفرق اللي زي دي. الفرق أيوة. الصغيره أيوة. عندك حلول كتيره لان هم اوريدي ما عندهمش زيادات وما عندهمش الامكانيات اللي تساعدهم ان هم يلعبوا كاونتر اتاك بسرعه، ما عندهمش السرعات والمهارات. ممكن النهارده لو عملت ستريتش للملعب تلاقي فرقه النهارده سيراميكا لا عندها ثلاث لعيبه قدام عندهم سرعات جيده جدا يقدروا يوصلوا المرمى ويقدروا يسجلوا اهداف. ما ينفعش انك وانت بتلعب الجيم يبقى كله جيم، يبقى انت عامل الملعب بيعمل ستريتش للملعب، يعني هيبقى صعب جدا عليك النهارده في 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 المباراه. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان بطبيعه الحال الشوط الاول كله انت بتلاعب فرقه لسه عندها مخزون كبير من اللياقه البدنيه وعندها تركيز كبير جدا جدا في الماتش ولسه لعيبه داخله في المباراه، فوضع طبيعي ان الشوط الاول بيبقى صعب شويه. أيوة. صعب ده وضع طبيعي خد بالك، لان انت برضو انت داخل جيم هو هم برضو لعيبه لسه فريش، لسه عندهم لسه عندهم اللياقه بتاعتهم زي ما هي، لسه عندهم تركيز، لسه محتفظين بالتعليمات بتاعه المدير الفني، فبالتالي هم بيبقوا اكثر تنظيما في الشوط الاول عن الشوط الثاني. الشوط الثاني ممكن يختلف شويه، يختلف لياقتك البدنيه، الرغبه عندك كنادي اهلي كمان والاصرار بتزيد لان انت ضاع منك 45 دقيقة وانت عندك تارجت مهم جدا جدا، فبالتالي انت بتبتدي يبقى معدلات التركيز بتاعتك اعلى الشوط الثاني. مظبوط. ولكن في الضغط. ولكن في نقطة هنا عايز برضو اتكلم مع حضرتك فيها واثرها الكابتن عادل، انك انت حتى لو الفوز تأخر وما جاش الشوط الاولاني او الهدف تاخر وما جاش الشوط الاولاني لازم تحافظ على نظافه الشباك. اكيد اكيد. أيوة. ده وضع طبيعي. ما انا عشان كده بنقول ايه، ما ينفعش انت بتلعب 90 دقيقه بتلعب جيم مفتوح في وقت من الاوقات. وارد جدا ما سيراميكا فرقه كويسه عندها امكانيات وقدرات، وارد انه يهاجمك، فمش طبيعي ان انت يبقى الجيم مفتوح على طول، لا يبقى عندك تنظيم دفاعي في وقت من الوقت تلعب زون ديفنس. خد بالك في حاجه مهمه جدا في الماتشات السبعه اللي احنا هنبتديهم النهارده، ان انت الماتشات كلها ورا بعضها على طول. صح. فانت برضو مش هينفع طول المباراه بتلعب ضغط طول الماتش، فاكيد هيجي في وقت هتضغط وقت هتعمل زون ديفنس وقت هتلعب على الكاونتر اتاك. يعني المدير الفني برضو اكيد بيدي تعليماته ان صحيح. الجيم كله مش هيمشي بنفس الشكل بنفس الاداء يعني. مظبوط. يعني طيب. فالتوفيق للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن شريف توقعك نتيجه المباراه، انت بتقول لنا النتيجه على طول ان شاء الله. لا لا ما فيش نتيجه، انا اللي بتمناه بقى اللي بتوسم فيه النهارده ان احنا اخر 10 دقائق بنلعبهم واحنا متاخرين او مضغوطين اشوفهم من بدايه المباراه، في بدايه المباراه باذن الله رب العالمين. باذن الله. كابتن علاء هنشوف اهداف الشوط الاول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن عادل ان شاء الله. كابتن بلال اتمنى كابتن ان شاء الله اتمنى برضه باذن الله ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بالجمله الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيك كابتن ايمن، التوفيق ان شاء الله. الله يخليك كابتن. كابتن علاء ميهوب منورنا كابتن، اهلا وسهلا بيك. اهلا بك ايمن. كابتن عادل عبد الرحمن كابتن ايمن، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك هدفنا كابتن احمد بلال. اهلا وسهلا بيك كابتن. ازاي كابتن شريف، بعد فوز الاهلي على وادي دجله المباراه اللي فاتت تصدره قائمه الدوري، يعني اشتعل السباق خلاص، بقى دخلنا في الجد بجد بالظبط. بقت راس براس بقى دلوقتي. بقت ماتش بماتش، ضربات جزاء زي ما انا قلت لك، بقت خلاص كاس نوك اوت. كلكم كده في الاستوديو هنا بتتكلموا عن ماتشات تكسب ولا تلعب، انما اللعب هو اللي بيجيب الاطمئنان، اللعب هو اللي بيجيب الاهداف. اللعيبه كلها ما بتقف حاله تركيز وحاله بدنيه جيده، تبقى انت كجهاز فني بتتفرج او بتحط فرقه او عندك اختيارات كتير قوي، تبقاش عندك مشاكل يعني، عندك غيابات كتير طبعا بتخش في احلال وتبديل، انما بيجي لك لعيبه زي الشناوي وزي اكرم واللعيبه السته اللي كانوا موجودين في طوكيو، بتفرق كتير قوي معاك برضو نفسيا وبدنيا وكل حاجه، وتقدر تعمل حاله تدوير كبير قوي في اي مباراه، وهي ما بقتش مباراه بقى واحده. ايوه بقت سبع مباريات. انت هتشتغل بنفس المفهوم وبنفس الشكل كوز. اللي هو الثلاث نقاط طبعا، مالكش دعوه بالاخر طبعا، اخر يجي له ضربات جزاء، يجي له اي حاجه، احنا مالناش دعوه، احنا ما بنبصش غير في ورقتنا احنا. صحيح. فكل التوفيق وكل التركيز للعيبه بتاعتنا، واعتقد ان الاداره بتاعتنا قعدت معاهم وفهمتهم الوضع اللي جاي شكله عامل ازاي، وشكل الروح اللي هتبقى موجوده في الملعب هي الاساس. مهما كان عندنا صعوبات او غيابات او اي شيء، اعتقد اللعيبه خلاص بقى عندها شكل احترافي كبير جدا وخبرات كبيره جدا في التعامل من كل مباراه بنستفيد منها، اذا كان سلبي او ايجابي. المباراه اللي فاتت عندك ربع ساعه برضو بتتفاوت فيها الاحداث، نص ملعبك دايما بنطالب بالالتزام والتركيز، ويبقى فيه قواعد ثابته بالنسبه لاي فرقه بتلعبك، ما يكونش في حاله اختراق ابدا بالنسبه لك خلال المباراه. من هنا لغايه المباراه ان شاء الله هيكون لنا حديث وافي عن الفنيات والشكل اللي المفروض نبقى موجودين عليه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، يمكن في الامطار الاخيره صراع اللقب ازداد شراسه اكتر من الفتره الاولانيه، حتى في فتره الماتشات المؤجله كنا بنبقى متخوفين ان الاهلي يتعادل، الاهلي لا قدر الله يخسر، دلوقتي الصراع ازداد شراسه. الفرق كبير قوي بين الفترات الاولى، صحيح، اللي احنا كنا المباريات المؤجله كلها مركزين، تحس ان احنا دخلنا في دوريين. صحيح. دوري مباريات مؤجله ما ينفعش يخسر فيها نقاط على اساس توصل ان شاء الله للمرحله احنا بنتكلم فيها دي، كان بيتكلم فيها كابتن شريف. والمرحله الثانيه يعني النادي الوحيد اللي بيلعب دوريين في دوري واحد هو النادي الاهلي. دوري مباريات مؤجله والحمد لله اجتاز بنجاح تام، والامطار بقى الاخيره المباريات اللي هي السبع مباريات الفاصله اللي هي هتوصلك ان شاء الله بطولة الدوري باذن الله العام ان شاء الله. ان شاء الله تركيز تاني خالص ومباراه تانيه خالص. لكن الاستوديو اللي فات انا بقول لك ايمن وكلنا قلنا ان هي مباراه كوس، كل مباراه لوحدها، خلصت المباراه السابقه تروح انتهينا، بتفكر في مباراه النهارده سيراميكا ان شاء الله تخلص على خير، تفكر في المباراه اللي بعدها، هي كل مباراه لوحدها في كل حاجه في تفكيرها، لكن هو التفكير الاول والاخير تفكير الثلاث نقاط. صحيح. ممكن اتغاضى على الاداء، صح، لكن انا بدور على الاهم ثلاث نقاط اللي انا ببص ليهم في كل مباراه، عشان كده كل مباراه بقت لوحدها تركيز لوحده، ثلاث نقاط لوحدهم بطوله خالص، تحس سبع مباريات دول بطوله منفصله خالص. أيوه. بين الاهلي والزمالك وباقي الفرق كلها في وادي ثاني، غير طبعا الفرق اللي بتصارع على الهبوط. عشان كده مهم قوي في السبع مباريات دي حاجه مهمه جدا، تركيز كامل في كل مباراة، بس أيوة. كل مباراة لوحدها، ما فكرش في حاجة قبل حاجة، أخلص النهاردة من السيراميكا أبدأ أفكر في مباراة قادمة، لكن خلي كل تركيزك في التسعين دقيقة بتاعت النهاردة. تركيزك كمدير فني، كلاعيب هتعمل إيه؟ أنت عايز إيه مباراة؟ أنا عايز ثلاث نقاط. صحيح. في أسرع وقت أحصل في ثلاث نقاط، مش عايز أعمل زي الثلاث مباريات السابقة يا أيمن، بضيع شوط من غير أي داعي، وبعدين الشوط الثاني ببدأ أحس إن هو ما ينفعش دي، بيبقى مجهود زياده، تركيز زياده، عايز هدف. عارف بدون اقطع كلامك كابتن علاء، قطعت كلامي يعني وما لازم اقطعه. قول. عارف بمناسبه كلامك اللي انت بتقوله الشوط الاول والشوط الثاني، عارف النادي الاهلي جايب كام جول وجايب كام جول الشوط الثاني لوحده؟ كام النسبة؟ 40 جول الشوط الثاني لوحده. عشان كده بقول لك ايمن، هي على فكره
هي حاجه مش وحشه. ايوه يعني بس ليه اللي هو اصل انت بتصعب عليه بالظبط. يعني انت امكانياتك موجوده في الشوط الاول وفي الشوط الثاني وتقدر على فكره تقدر بس ايوه طالما انت بتعملها يعني انت تقدر بس انت بتضيع وقت في شويه كسل دخول في مباراه في الشراسه الضغط شويه بتاخر. لكن لما بتحب تعمل كل الكلام ده بتعمله في ثانيه وعلى طول تلاقي الاهداف وصلت ومن بدري وبتبدا تستريح. عشان كده بقول لك المباريات دي مباريات ورا بعض على طول انت مش محتاج تبقى مضغوط بدنيا كتير. الحمد لله حالتك البدنيه امتياز امتياز فعلا صح. يعني بس مش محتاج انت المخزون البدري في وقت هتحتاجه تحتاجه صح. في وقت اللي هو انت بتخلص في حاجه فمش عايز تحتاج المجهود البدني في المباريات الاولى دي. عشان كده بقول لك انا عن نفسي بحب النادي الاهلي خلص المباريات في الشوط الاول الشوط الثاني يبقى عندك كل حاجه عايز تعملها عايز تريح بعض اللعيبه عايز تدي بعض اللعيبه وقت الروتيشن اللعيب يريح شويه تقدر تتحكم في اللي انت عايزه. لكن طول ما هي 0-0 ايمن انت ما ينفعش تعمل حاجه خالص انت مستني تكسب الثلاث نقاط بعد ثلاث نقاط واطمنيت للنتيجه مش 1-0 طبعا 2 او 3 تبدا بقى عايز تريح عادل عايز تدي شويه للبلال عايز تريح كابتن شريف تقدر تعمل اللي انت عايزه. لكن طول ما انت لسه 0-0 كل التفكير ده انت على جنب مزلوط. لحد ان شاء الله لما تطمن انت كسبت الماتش. صحيح كابتن عادل مع اقترابنا بقى من زي ما نقول خط النهايه لمسابقه الدوري النادي الاهلي بعد المكسب اللي فات على الصداره والامور ما زالت في ايده ولكن في صراع مع المنافس أكيد. هل هيستمر الصراع ده حتى خط النهايه؟ اكيد طبعا يعني اكيد انت بتتكلم في موسم شق جدا للنادي الاهلي اكتر من المنافس. ليه؟ لان نادي الزمالك خرج من الدور الاول في بطوله افريقيا النادي الاهلي كمل النادي الاهلي اتضغط لما ماتشات كتير اتاجلت له اتضغط ضغطه كبيره وكان عنده اصابات ولانه لعب مراحل تانية النادي الاهلي لعب السوبر ما دي برضو في لود اكبر. لكن المنافسه عاوزين نتكلم عليها ده الطبيعي في اخر السنه انت في جني الثمار في الفتره اللي ما ينفعش تهدر فيها بونت يعني أي. يمكن كنا بنتكلم على دايما ان احنا زي ما كابتن علاء كمان اتكلم وقال ان احنا فعلا بنضيع الشوط الاولاني نفسنا ان احنا ما نضيعوش. يمكن انا كمان بتضامن مع كابتن علاء في الموضوع ده ويمكن اتكلمنا فيه قبل كده اكتر من مره انه انا من وجهه نظري شايف ان الامر جاي من استراتيجيه موسيماني. يمكن في مدربين كده يا كابتن مش بيقول ان انت تلعب المباراة الشوط الأولاني ضعيف لا هو دايما ما بيبقاش فيه اللي هو اللي عايز أقول لك إيه الضغطة بتاعت الشوط الأولاني دي مدرسة وبتبان من التسكين. بس عايز أقول لحضرتك حاجة يمكن يعني في النقطة دي مستر موسيماني أحيانا في المؤتمر الصحفي بيطلع يقول ضاع مننا الشوط الأول أو دخلنا الماتش متأخر فهو أكيد أكيد كانت رغبته إيه أو أنا مش بقول إن هو يا كابتن أيمن مش بقول ان هو بيقول لهم ما تجيبوش الجوان لا مفيش حد بيقول كده لا انا بقول ان هو الدخول نفسه بهدوء دي مدارس زي ما قلت لك في مدرب بيبدا ضاغط ضغط عالي من فوق وطول الوقت مدرب اكتر من مدرب جه في النادي الاهلي واشتغل كده يبقى طول الوقت بيضغط ضغط عالي علشان يجيب هدف الاولاني عشان احنا اتكلمنا قلنا كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي البلان بي عندها بتبقى مختلفه او ما بيعرفوش يعملوه أي. معظم يعني انت لو مسكت الدوري الممتاز هتلاقي 90% من الانديه مع اهلي والزمالك حتى الفرق الكبيره ما عندهاش البلان بي فهم لو جبت فيهم جون الاول والتاني تلاقي اتفتح الموضوع. في ناس بترجع تدافع اكتر عشان ما بيخسروا المباراة يقول لك احنا خسرنا المباراة بس بيدافعوا اكتر عشان ما يخسروش 5 و6 و7 وفي ناس تانية بتقول لا انا ارجع انا اهاجم علشان اعوض 2 زي 3 زي 4 مش كتير في الدوري يمكن فرقتين ثلاثة اللي موجودين لكن اللي انا عاوز اقوله لك كمان ان بتفرق قوي طريقة التسخين وانا يمكن اتكلمت فيه اكتر من مرة في تسخين هادي انك انت ما بتشتغلش ضاغط فالتسخين عقبال لما بتاخد النفس الثاني بيروح منك وقت دي من وجهه نظري ان الشوط الاولاني كتير قوي كم الجري بتاعنا بيبقى اقل الشوط الثاني كم الجري عندنا بيبقى اعلى علشان كده انت بتحرز اهداف كتير. اتمنى استراتيجيه السبع ماتشات الجايين انك انت تبقى من البدايه علشان لو خلصت من البدايه
الفرق اللي هتلاعبها كلها مش هتعرف ترجع لك كويس لو انت جبت اول 10 دقايق جول. باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، تحدي جديد بيدخله النادي الاهلي النهارده وشعار لا بديل عن الفوز علشان يواصل تصدره لمسابقه الدوري العام. لا، والاهلي في تحدي على طول الحقيقه يعني. تمام. انما التحدي الجديد في الوقت الحالي انك انت والمنافس هتلعبوا كل ماتش مع بعض. هيبقى في ضغوطات عليك وضغوطات عليه، مين فيكم اللي هيلعب الاول؟ مين اللي هيخلص الماتش الاول؟ مين اللي هيبقى لو هنا كسبان هيبقى هنا في ضغوطات، لو هنا خسران هتبقى الامور هنا مستريحه شويه. الاهلي زمالك الكابتن علاء من شويه وكان عنده دوري مختلف شويه، دوري المؤجلات، وخلص الاهلي على خير الحمد لله. فقدنا فيه نقطتين، ولكن بقيه الثلاث مباريات التانيين الاهلي قدر يكسب الثلاث ماتشات، وداخل في ما كان اربعه خسرنا نقطتين وكسبنا ثلاث ماتشات. التحدي بقى الكبير دلوقتي انك انت هتلاعب كل الفرق اللي ما عندهاش ازمه النقاط بالظبط، ما عندوش مشكله في حته انه يخسر متوسط الجدول. طبعا عنده الفكره هتبقى موجوده في انك ازاي تعمل جيم على النادي الاهلي كويس. صحيح. ازاي تثبت انت كمدير فني بالنسبه لك، مدير فني عنده خطه وعنده شكل وعنده اداء وراجل مركز وبيلعب النادي الاهلي، ففرصه بالنسبه له. واحنا في اواخر الدوري دايما بيبقى فيه سبوت على كل المدربين، تعرف حركه الانتقالات مش بس بتبقى للعيبه، بس بتبقى للعيبه وبتبقى للاجهزه الفنيه، فالمديرين بيبقى مديرين فنيين بيبقوا على تم استعداد انه يعمل ماتشات رائعه جدا 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 قدام الفرق الكبيره. مش مهم ان هو يخسر الفرق الكبير، المهم ان هو يبان ان انا مدير فني قوي. والنهارده في تحدي كبير من نوع مختلف، النهارده هيثم شعبان بعد عوده هو كان ماسك الفرقه وكان عنده ماتشات كويسه وسوء بعض النتائج في بعض الاوقات، كابتن ضياء السيد مسك ما توفقش، فالنهارده راجع هيثم شعبان لمكانته تاني في سيراميكا كليوباترا. النهارده اكيد راجع بتحدي مختلف، اكيد يعني الدوافع يعني اللي هيديها للعيبه كمان هتبقى مختلفه شويه. النهارده هو بيسوق نفسه كمدير فني، النهارده يا ترى بعد العوده الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه له كمدير فني؟ هل كان يستحق ان هو يرجع تاني مره تانيه، ولا الامور كانت يعني عادي كان ممكن يسيبه كابتن ضياء السيد يكمل؟ في حاجات النهارده مختلفه في مباراه النهارده تحديدا، يعني مباراه سيراميكا كليوباترا. الحاجه الثانيه، انت بتلاقي فرقه برده عندها امكانيات وقدرات كبيره طبعا. فرقه سيراميكا عندها لعيبه، عندها امكانيات وعندها قدرات، ومختلفه شويه عن ستايل واسلوب الاربع فرق اللي الاهلي لعبهم المره اللي فاتت. بيبحثوا الاربعه دول بيبحثوا عن النقطه بشتى الانفس، يعني بشكل كبير جدا جدا، عايز ان هو بيدور انه ياخد نقطه من النادي الاهلي ويسعى ليها بشكل كبير. فما عندوش ازمه ان انا العب جيم مفتوح مع النادي الاهلي، ما عندوش قصدي الفكره دي ان انا العب جيم مفتوح مع النادي الاهلي، لا انا هفضل بشتغل بطريقه دفاعيه كويسه، احاول اشتغل على كاونتر اتاك هجمه، او بشتغل على كره ثابته واخلص بيها المباراه، او افضل لحد الدقيقه الاخيره زي ما حصل مع اسوان، زي ما البنك الاهلي تعادل، زي ما حصل مع دجله في الماتش الاخير. صح. الستايل النهارده هيبقى مختلف شويه، بتلعب فرقه ممكن تبقى بتلعب مع جيم مفتوح من البدايه، فمهم زي ما قالوا الكباتن انك تستغل الفرص من بدري شويه. من بدري شويه ممكن تلاقي فرقه سيراميكا الشوط الثاني لياقتها جيده، ممكن تلاقي لياقتها قليله بقى لها فتره ما بتلعبش برضه، فانت ما تعرفش هم هيجاروا معاك الجيم ازاي. صحيح. انت الفكره كانت بالنسبه للنادي الاهلي هو لما بيوصل الشوط الثاني بيقدر يخلص، لان الاهلي كان واقف، يعني لعيبه الاهلي عندها لياقه بدنيه اعلى بكتير من الفرق الثانيه. فالنهارده هل التحدي ده وهل الامور دي هتبقى زي ما هي متشابهه، اللياقه البدنيه تبقى متساويه، الاهلي هيفضل دايما هو اللي راكب الجيم عشان هو لعيبته اكثر لياقه بدنيه، لعيبته اكثر جاهزيه؟ الامر مش عايزين نتركه للشوط الثاني، عايزين يبقى الامور من البدايه، لان دي فرقه بتلعب جيم مفتوح. الفرقه اللي بتلعب جيم مفتوح لو سجلت هدف من البدايه الجيم بالنسبه لك هيتسهل، على عكس الفرقه الصغيره برضو انا ما زلت في الجيم، حتى لو الاهلي سجل هدف. صح. حتى لو الاهلي سجل هدفين انا ما زلت في الجيم، وبشتغل على هجمه مرتده وبشتغل على كره ثابته اسجل منها هدف، وبالتالي ارجع مره ثانيه للجيم. صح. من جديد. صح. لكن سيراميكا هيلعب جيم مفتوح. فمهم انك تستغل الحته دي، لو استغلت الحته دي ما اعتقدش ان هو يبتدي يقفل ويبتدي يلعب على كاونتر اتاك او يلعب على كره ثابته او يلعب على خطا دفاعي للنادي الاهلي. فالماتشات اللي زي دي مهم في البدايه انك تسجل هدف. مهم في البدايه انك تستغل فرصه، مهم من البدايه جدا جدا انك تضغط عليه. ما ينفعش ان احنا في وقت من الاوقات نبتدي نقول ايه، طب احنا هنسيب الاستحواذ للسيراميكا كليوباترا، لا عنده لعيبه وعنده امكانيات وعنده قدرات وعنده سرعات كمان في الناحيه الهجوميه. صح. وعنده ناس بتعرف تسجل اهداف، عنده تاني اهداف في الدوري، انك تسيبه يجاريك الا في اقل الاوقات. انت كره الماتش 90 دقيقه فطبيعي لازم يكون له هجمات، ده وضع طبيعي يعني. صحيح. انت مش بتلعب نفسك يعني، بتلعب فرقه برده عندها قدرات، فعادي ان يكون له
فتره من فترات له خطوره لكن طبعاً. ما ينفعش يبقى متسيد الجيم لفترات طويله هتصعب الامور علينا. فانا اتمنى الاهلي من البدايه يبقى ضاغط، اتمنى اللعيبه تستغل كل الفرص اللي موجوده، لانك في الحالتين دول لو ضغطت على سيراميكا كليوباترا وهي من الفرق الفرق المتوسطه دي لما بتضغط عليها بيقلقوا شويه. صح كابتن شريف، علشان زي ما الكابتن بلال بقى بيقول ما نصعبش الامور على نفسنا، ما نصعبش الامور على نفسنا وتفضل الامور في ايدي انا، يعني زي ما بنقول بيدي لا بيد عمرو، ما نبصش غير في ورقتنا زي ما دايما بتقول، احنا ما نبصش غير في ورقتنا، ما نبصش الخصم بيعمل ايه، احنا ما زلنا حتى الان متربعين، ايه المطلوب منا عشان نكمل كده لحد النهايه؟ زي ما الكابتن قاله التركيز والضغط في المباراه، وانت عايز المباراه في الاول، عايز تريح نفسك، انت عايز تريح نفسك. بلال بيقول لك انا لازم استغل كل فرصه بتيجي. ايوه لازم يبقى في الراجل اللي بيشتغل، انا عارف امكانيات محمد شريف شكلها ايه، او ما يوازي محمد شريف او بواليا ومحمد شريف ممكن يلعبوا، او كهربا ومحمد شريف يبقوا في المنطقه دي عندهم فكره دخول في ال 18. انما عندك يا ايمن ادوات تانية حلوه قوي. زي ايه يا كابتن؟ زي علي معلول والعرضيات الجميله اللي بيعملها والرؤيه بتاعته، اذا كان من بعد نص الملعب بيشوف الفيرود بتاعك وبيشوف الناس اللي بتقطع زي حسين الشحات. هي دي الحاجات اللي هي انت بتملكها اي فرقه ثانيه لا تملك. أيوة. لا تملك فرديات وامكانيات اللعيبه دي، عشان كده اللعيبه دي بتلعب في النادي الاهلي. أيوة. اللعيبه دي لازم تبقى مركزه ازاي تخلص نفسها بدري بدري، ما ينفعش انت بتخش بعد كده في الضغط النفسي عليك في الشوط الثاني. صحيح. هو ده اللي ما ينفعش خالص في الحكايه. وانت هتلعب مع هيثم شعبان النهارده اللي هو يجيد تقفيل الملعب وهو اللي كان ماسكهم في الاول وهو اللي خلى ليهم سمعه في الدوري وهو اللي خلاهم الكونتر اتاك شاي والزحف اللي بيتكلموا عليه. لعيبه عندها قدرات ولعيبه عندها، ان كان عنده غيابات النهارده. ايوه عنده غيابات مش قليله، شادي حسين وصالح جمعه وشريف دابو ومحمود نبيل، يعني في ناس هو النهارده مش هشوف، فانا هشوفه ان هو زي ما قال علاء قبلان هيدوروا على النقطه. النهارده هيدوروا عايزين يقتنصوا منك نقطه، خاصه دول مغلوبين ثلاث ماتشات ومتعادلين ماتشين، يعني ما عندهمش روح الفوز، كان في فتره كبيره و27 يوم ما لعبوش ماتشات، فهيبقى ممكن دي تبقى في صالحهم الراحه اللي خدوها دي، وممكن تبقى ضدهم. ما افتكرش الحاله البدنيه بتاعتهم هتواكب ال 90 دقيقه. فانا بتمنى النهارده ان لعيبه النادي الاهلي يعرفوا امكانيات بعض النهارده بالذات، ان دي النهارده الفرق الماتش ده هيفرق معانا الماتشات الجايه دي كلها. انت لو كسبت النهارده وان شاء الله تكسب مكسب كويس هتفرق معاك الماتشات اللي جايه، خلاص رساله بتديها للمنافس بتديها للعيبه الثانيه. بدايه راح تلعب الاسماعيلي بعد كده، عندك ماتشات مضغوطه، ثلاث ماتشات بره كمان. عندك ثلاث ماتشات بره بعد كده هتلعبهم بنفس المفهوم بنفس بمفهوم الاهلي بمفهوم صاحب البطوله. صح. بمفهوم البطل. صح. فباذن الله الكلام اللي انت بتتمناه وانا بتمناه والجماهير كلها بتتمناه ان اللعيبه تحافظ على كل فرصه اكنها هي دي نهايه الدوري. انا كل ماتش بلعبه اعلان صفاره نهايه الدوري، انا اطلع حاسس ان انا الاول، حاسس ان التتويج اتاجل ماتش، الماتش اللي بعده اتوج تاني. يبقى هو ده المفهوم اللي احنا بنلعب بيه، هو ده اللي اللعيبه لازم تحط فيه وتسهل على نفسها، يعني بلاش السربعه، بلاش انا اللي بجيب انا الجول. انا ساعات بحس كده لعيبه الاهلي عندها حاله تفاني، قفشه يبقى عنده كوره يقدر يشوطها يروح عاملها لزميله في الناحيه الثانيه جوه ال 18. فأنا اللي بتمناه النهارده تبقى رؤيه اللعيبه كلها في الملعب في ترجمه كل اللعب بانهاء يكون هدف باذن الله. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن علاء، النادي الاهلي الفتره الاخيره بيلعب تقريبا كل يومين ثلاثه مباراه. نادي سيراميكا كليوباترا اخر مباراه لعبها من 36 يوم بالظبط. مردوده ايه النهارده؟ هل نادي سيراميكا ده يعتبر عامل ايجابي ليه ولا عامل سلبي؟ وهل النادي الاهلي مجهد ولا رجله في الملعب؟ لا، النادي الاهلي ما فيش اجهاد، ولسه كنت بتكلم حته البدنيه اللي انا بقول لك عليها. لا، بدنيا النادي الاهلي ما فيش مشكله خالص الحمد لله في كل لعيبته. تروح على الجنب الثاني سيراميكا. ما سيراميكا ما مش هتقدر تحكم عليها ايمن غير لما تشوف المباراه. ما تقدرش تقول الفتره اللي فاتت دي وقضاها ازاي. أيوه. هل حته البعد عن المباريات دي استغلها الجهاز الفني والطبي ان هو تغيير المدير الفني والمدير الفني ما كان في تغيير المدير الفني خد بالك. أيوه. لكن هم قبل حتى ما يمشي هيثم هم بدنيا كانوا كويسين مش تعبانين. لما جه ضياء الفتره اللي جه فيها ضياء كانت فيها مباريات كتير. أيوه. وبعدين بعدوا شويه عن مباريات رجع تاني هيثم. أيوه. انت ما تقدرش تحكم الشغل اللي كان في الفتره دي بين ضياء ورجوع هيثم. هيثم لسه راجع من يعني من فتره قليله جدا. الشغل اللي كان بيشتغل ضياء انت ما تعرفش هو كان بيشتغل على ايه، لان هو مباريات وبعدين
خدوا فتره راحه، ممكن فتره راحه دي يكون هم معسكر، وده غالبا اللي حصل، لان هو كان ضيع واخدها فتره ليه هو كمان، ان هو كان لسه داخل على فرقه جديد يتعرف على الفرقه على حالتهم وكده، فتقريبا كان في معسكر. معسكر ايمن يبقى اكيد كان في حته بدنيه بتحاول يرفع الحته البدنيه شويه. هيبان النهارده كل الشغل ده، لكن انا ما اقدرش مكان اخمن اقول لك هم حالتهم ايه في الفتره دي. الفتره دي ممكن تلاقيهم حته هم بيقعدوا على المباريات دي ضرتهم كانوا بالظبط، فاهمني، حته البعد عن المباريات دي في اوقات بتضر فرقه كتير جدا. وممكن تقول العكس، وممكن العكس هم بدنيا بقوا كويسين اما يخش مباراه النهارده بعد فتره مع النادي الاهلي. اصل بص يا ايمن، حتى انت لو بدنيا تعبان وعندك مشاكل، مباريات النادي الاهلي عند كل حد من المدير الفني للعيب هو بيحضر نفسه بشكل تاني. صحيح، ممكن يبقى لسه راجع من اصابه وتعبان، لكن هو بيبذل اقصى حاجه عنده. انا ما عنديش مشكله اعمل 90 دقيقه النهارده دي، وممكن اقعد اسبوع في البيت، ما عنديش مشكله. عشان كده النهارده بقول لك هي ليها كلام تاني خالص وحسب تاني خالص. يعني ما بيني بقول لك زي حتى المدير الفني واللعيبه، لكن هيبان النهارده الشغل فكر ايه بالظبط. باذن الله رب العالمين. معانا تشكيل النادي الاهلي النهارده، هيبقى عوده السد المنيع محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب رامي ربيعه وياسر ابراهيم. ثبات في التشكيل للماتش اللي فات، التشكيل للخط الدفاعي يعني. الاثنين اللي قدامهم حمدي فتحي وعمرو السوليه، يبقى اثنين وسط دفاعي، حمدي فتحي وعمرو السوليه، يبقى في واحد هنا بدا على حساب ديانج اللي هو عمرو السوليه. الثلاثه اللي قدام والرابع بتاعهم راس الحربه هيبقى كهربا والشحات على الاطراف، قفشه بينهم ومحمد شريف مهاجم وحيد. نقولها مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، اثنين اللي في القلب رامي ربيعه ياسر ابراهيم، خط وسط دفاعي حمدي فتحي وعمرو السوليه، رباعي المقدمه هيبقى كهربا والشحات على الاطراف وبينهم قفشه ومهاجم وحيد محمد شريف. كابتن عادل، خلينا رؤيه سريعه على التشكيل. التشكيل عوده محمد الشناوي، تمام، وده يعتبر قوه ضربه النهارده، وبدايه المباراه بعمرو السوليه على حساب اليو ديانج، وثبات خط الدفاع بالكامل والهجوم. لا خلينا في خط الدفاع، لان احنا في ناس كانت متوقعه ان اكرم يرجع مكانه ناحيه اليمين. ايوه فثبات خط الدفاع زي ما هو. تمام، يعني اللي اتغير في الفرقه كلها هم اتنين، ديانج وشناوي. ايوه. الحاجه الثانيه محمد هاني فضل ديانج وعلي لطفي. يعني ديانج يعني الشناوي مكان علي لطفي، وديانج مكانه مع السوليه وحمدي. واحنا اتكلمنا اكتر من مره في الاثنين الديفندر، هو عنده ثلاثه دايما بيلعب باثنين فيهم او يلعب بالثلاثه لو محتاجهم، لكن هو فضل ان المره دي السوليه وحمدي. الحته ناحيه اليمين، ودي حاجه مهمه جدا يا كابتن ايمن، حته اكرم. ايوه، كتير قوي اللعيب الجوكر او الجوكر اللي هو بينفع الفرقه قوي، بيبقى ممكن تحطه جنبك اكتر ما تخليه في الملعب. ودي حاجه مهمه جدا. هي ممكن تكون كويسه للفرقه وليله شويه للاعب، لكن انت بتتكلم على اكرم يقدر يلعب لك ثلاث مراكز. اكرم كان بيلعب في بطوله في الاولمبياد، كان بيلعب ايه؟ ديفندر، ما لعبش باك رايت، ما لعبش ايه؟ مظبوط. تمام، اكرم عندنا اخر اربع خمس ماتشات لعب ايه؟ لعب باك رايت، فبقى جوكر. محمد هاني باك رايت اساسي. أيوه. بالنسبه لموسيماني. أيوه. لانه ما يعني اكرم ممكن لما يقعد احتياطي يعوض كمان اتنين الديفندرات اللي موجودين. أيوه. في القلب. فبيحصل ايه في الوقت ده؟ الحيره اللذيذه اللي بتبقى للمدرب، اللي هو اضمن اكرم يبقى جنبي علشان لا قدر الله عاوز اطور نص الملعب، ممكن اتطور باكرم برضه، لانه عنده دي وعنده دي. لكن لو اكرم كان بدا بالباك رايت، ممكن لما تيجي لو حتى في نص الملعب عاوز تودي اكرم نص الملعب، تبقى عملت تغييرتين. أيوه. في جوه الملعب، فمفيش داعي انك تعمل مرتين تغييرتين، انت بتعمل تغييره واحده. علشان كده هو فضل ان اكرم يبقى يلعب يبقى احتياطي. الحاجه الثانيه، اكرم جاي برضو
من بره، يعني جاي من ساعات طيران وتعب وارهاق ولعب مباريات كبيره وكان هو اساسه بيلعب. ومحمد هاني انت محتاج ان يبقى عندك اتنين كويسين في اي وقت، ما عندكش مشكله. جه علينا وقت احنا في حته الباك رايت كان عندنا مشكله كبيره طبعا. ما كانش عندنا الا محمد هاني تمام. فقلنا ايه؟ قلنا لما جه اكرم، وبقى اكرم هو اللي موجود دلوقتي، فرحنا جدا وفرحنا جدا باكرم. ولكن في الاخر ثبات التشكيله كابتن ايمن ده العلامه المميزه في مباراه النهارده. يمكن الاربعه اللي قدام اللي احنا اتكلمنا عليهم في ثبات تام، لو كهربا قفشه الشحات ومحمد شريف، علي معلول وهاني ثبات من المباريات اللي فاتت. وعلشان النهارده عندهم يمكن عايز اقول لك يمكن علي معلول النهارده هيبقى عليه شغل كتير قوي، لان محمد هاني الناحيه بتاعته بيلعبوا من عندها سيراميكا اصلا بيلعبوها طول الوقت من ناحيه الشمال، خطورتهم لما بيروحوا من ناحيه الشمال. كان انا بتكلم على الفترات اللي كانوا في البدايه فيها، لكن في الوقت الحالي انت بتتكلم على خطوره للسيراميكا من ناحيه الشمال، هيبقى في ثبات ناحيه اليمين شويه اللي هو محمد هاني والسوليه او حمدي فتحي ايهما هيبقى في ثبات اكتر. الناحيه الثانيه علي معلول اكيد وكهربا اكيد هتبقى الخطوره بتاعتك من الناحيه دي. الحاجه المهمه ان قفشه تحركه في الوقت الحالي بيدي للفرقه تفوق كبير قوي. يمكن قفشه هو اللي بيدخلك دائما في المباراه، لو بعدت عن المباراه شويه قفشه اللي بيروح يمسك الكوره وبيشغل الفرقه كلها بلغه الكوره، بيركبك الفرقه الاخرى بيتحكم في رتم اللعب. فاتمنى من قفشه النهارده ان هو يشتغل من بدايه المباراه. الحاجه الثانيه المهمه الشحات لما بيبقى فايق وكهربا لما بيبقى فايق بيعوض لك، بيخلي لك علي معلول عنده اريحيه شويه ومحمد هاني عنده اريحيه شويه في الحته الدفاعيه، بيتفرغوا للحته الدفاعيه لما بيلاقي فوقان الشحات وبيلاقي فوقان كهربا، لانهم هما الاثنين بيوزنوها. يعني المفترض ان انت بتتكلم على الجنب الشمال بتاع علي معلول وكهربا، وبيدخل معاهم الديفندر وبيدخل معاهم السيرد باك الاخر. لو انت بتتكلم على توزيع الجهد 80 و20%، علي معلول 80 دفاع 20% هجوم المفروض، كهربا 80 هجوم 20 دفاع، عشان الاثنين يبقى 200%، يعني 200 و200. الناحيه الثانيه نفس الكلام. اما الحته اللي هي بتنجح الموضوع ده كله التوازن اللي هو حمدي والسوليه. كابتن بلال كان ليك رؤيه ثانيه لتشكيل النادي الاهلي قبل المباراه؟ يعني كنت متوقع ان يبقى فيه تغيير عن الكلام دوت؟ بص يمكن ما تكذبش. لا لا لو مش هكذب يبقى مش متوقع. ادم بص دي يبقى هيروح حته ثانيه. لا جدع بقول لك يا كابتن انا كان كذا لو البدايه انت فاهم. بص مش عجباني. لا ليه مش عجبك؟ طب قول انا مش هختلف مع موسيماني في التشكيل بتاع النهارده بصراحه كويس. يعني وان كنت انا من الناس اللي دايما بشوف ان يعني ديانج لازم يكون له دور اساسي في لازم يكون متواجد في كل مباراه من وجهه نظري. يعني لعيب بيقوم بالدورين او ممكن في بعض الاوقات يقوم بالثلاث ادوار، يعني بيعمل 6 وبيعمل 8 وبيعمل 10 في بعض الاوقات. فلعيب مفيد جدا 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 في الحته دي، عنده سرعات، عنده يعني يمكن اسرع واحد في الثلاثه الموجودين، الوحيد اللي في وقت الازمات تمام يقدر ينقل الفرقه بسرعه، الوحيد اللي يقدر يساعدك انك تشتغل كاونتر اتاك بسرعه من نص ملعب، الوحيد اللي ممكن يبقى عنده كوره ويعمل سبرنت بالكوره بشكل سريع جدا وينقلك انت كفرقه. يعني فيمكن انا بس هو ده يمكن اللعيب اللي من وجهه نظري بحب دايما الاقيه في الملعب متواجد تمام. عنده ثبات انفعالي دايما، مستوى ثابت. يعني ممكن في بعض الاوقات نشوف حمدي فتحي شويه غايب شويه في المستوى، نشوف السوليه مثلا عنده ارهاق تعبان غايب شويه بعيد شويه، لكن اللعيب الوحيد اللي من ساعه ما ابتدى يلعب بشكل اساسي وهو محافظ على كل الحاجات اللي منيه، ثبات في المستوى، تطور في الاداء. صحيح. انت وصلت بيك المرحله ان هو في بعض الاوقات بيكسبك ماتشات. صحيح. وبيكسبك ماتشات في اوقات صعبه جدا جدا، محتاجه يعني واحد يعني المنتاليتي بتاعته قويه جدا وجيده جدا يعني. ف
فده يمكن الاختلاف الوحيد اللي ما بيني وما بين مستر موسيماني في التشكيل. كابتن عادل قال نقطه مهمه جدا، قال لما يبقى عندي لعيب جوكر وعندي باك رايت لاعب مين فيهم يعني؟ تمام. في اغلب الاوقات الناس بتستعين باللعيب اللي عنده الصفه الاساسيه اللي هو الباك رايت اللي هو محمد هاني، خاصه لما يكون المباراه اللي فاتت هاني من افضل الماتشات اللي لعبها في الفتره الاخيره، جيد في الاداء. يمكن في بدايه الماتش كان عنده برده شويه ازمات شويه، ولكن هو بسرعه ركز بشكل كبير ودخل في الماتش بشكل جيد، كان مساعد جدا في الهجمات بتاعه النادي الاهلي، وده دور الرايت باك بتاع النادي الاهلي. خد بالك ممكن يبقى صفات وسمات اللعيب مختلف من نادي للنادي تاني، مش عشان بس البوزيشن، لا عشان النادي واهدافه. انا النادي الاهلي محتاج الرايت باك بتاعي انه يهاجم، يعمل كورسات زي علي معلول كده، انت بتعتبر واحد من الادوات الهجوميه بالنسبه لك. كذلك كذلك محمد هاني لازم يكون واحد من الادوات الهجوميه اللي انت بتشتغل عليها. في انديه ثانيه ممكن يبقى سنتر باك، مش رايت باك يعني، زي ما في بعض الانديه، لانه خلاص هو بيلتزم دفاعيا وبيلعب كانه بيلعب مان تو مان، بيقفل جبهه، مش مطلوب منه من الناحيه الهجوميه غير الحاجات البسيطه جدا جدا. فانا التشكيل ده اتفق معاه باستثناء اليو ديانج. تمام. ايا كان بقى مين يقعد بقى بره، فتحي موجود، السليه موجود، لكن انا ده لعيب مهم جدا بالنسبه لي، لانه كان بينفذ لي عمليه الضغط بشكل كبير جدا في نص الملعب. يعني ممكن يسرح في بعض الاوقات على فكره، يعني زي الماتش اللي فات كابتن علاء اتكلم على واحده ان ديانج طالع هو اللي بيعمل حته الضغط مكان الفراوده. أيوة. مش حتته، مش بتاعته، انما الحماس اوقات بياخدك كلاعب عشان تادي دور ممكن يبقى اوفر على الدور بتاعك يعني. لكن انا بالنسبه لي هو الوحيد اللي بيعمل بينفذ عمليه الضغط بشكل كويس قوي قوي قوي، بيطلع كمان اللعيبه وبيغطي عليهم بشكل كبير. عنده سرعه، يقدر في الكاونتر اتاك، وشفنا الكلام ده في المباراه كابتن اللي قبل اللي فاتت أيوة. لما كان بيدافع تمام في الكاونتر اتاك وقطع الكره وعمل السبرنت وبصل علي معلول وجا منها هدف بوالي. ايه؟ هدف بوالي. بالظبط الهدف اللي جابه بوالي، الهدف الثاني، هدف المكسب الانتاج. في الانتاج الحربي. فده دور مهم جدا جدا بالنسبه لي انا كاحمد بلال. خلي بالك في الكوره دي كمان كان هو صاحب شخصيه قويه جدا، يعني في الكوره دي جاله محمود وحيد عشان يستلم منه. فهو يا عم وحيد يعني مفيش وحيد، مفيش وحيد محضر، لان هو اللي كان بوشه ورؤيته. لا هو اللي كان بوشه وخد القرار وشق. لا كابتن عادل، انت كمان انت بعد ما باصل معلول هو كمل عمل اوفرلاب. في الدقيقه كام بقى؟ انت في الدقيقه حوالي 93 انت بيعمل تيك اوفرلاب من ورا علي معلول عشان يستلم، عشان يروح يعني. ايوه كان عاوز يروح كمان ناحيه الشمال يكمل. انت بتتكلم على لعيب تقريبا في البوزيشن ده يكاد يكون مكتمل يعني، يعني انا اتوقع سنتين ثلاثه كمان بيروح يجيبها. طبعا اتوقع سنتين ثلاثه هيروح في حته ثانيه خالص. بس انا عاوز اقول لك كلمه، احنا كلنا مقتنعين ان ديانج لعيب جامد، واكيد موسيماني مقتنع، لكن اكيد بيبقى في دماغ المدير الفني شأن هو بيفكر فيه، هو قريب منه. صحيح. ده اكيد يا كابتن، بس هو بيسالني عن وجهه نظر. أيوة. لا انا نظر موسيماني. لا انا بقول لك، في ايه؟ لا انا بقول لك نظري انا ايه؟ في شأن، في حاجه بتتعمل اكيد المدير رؤية. في رؤيه احنا ما نعرفهاش، هو اللي عايش معاه، هو اللي عايش مع الفرقه. انا هقولها لك، ولكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا.